النص الوحيد المتفق عليه بين المسلمين على اختلاف مذاهبه. ممكن تلاقي فيه مسلم يقول لك لا القرآن محرف، بس ده لا يشكل اتجاه او ظاهره. طيب ما فيه بالنسبه للقرآن يعني ما فيه كلام بالذات من الشيعة ان قرآن ان سورة آل عمران اتحذف منها 200 آية. سقراط لما عمل ده اتكلم في الشارع كده اتهموه بالإلحاد، وهم اصلا وثنيين، هم عندهم 100 إله في وقت واحد يعني، لكن هو انكر جميع الآلهة. وانت غالبا ما تعرفش غير هو الدين بتاعك غالبا، انت ما انتش عارف الأديان التانية اصلا، او انت تخصصك مختلف وما عندكش الوقت، محدش عنده الوقت يشوف كل وجهات النظر الموجودة يعني. فانت بتسيبها كلها. الحل اللي عندك تسيب الدين خالص. الديانة في الإسلام ما شفناش أي أدلة على إن الديانة كانت بتحكم، وما فيش حاجة اسمها دولة إسلامية بمعنى بتحكمها الشريعة، ده ما حصلش، ما فيش حاجة زي كده. ديانة زي المسيحية انقطعت تاريخيا. وإيه اللي حصل في الإسلام، إيه اللي حصل في الدول المسلمة لم يؤدي لموت الإسلام. يعني الخلافة الإسلامية ما هي ألغيت، والثورة على الكنيسة في أوروبا حصلت، ليه ما حصلش في الإسلام زي ما حصل في أوروبا وتركيا نفسها أصبحت دولة علمانية؟ أهلا بكم في الصالون الثقافي لحركة علمانيون رقم 561. يقول المفكر الراحل علي مبروك: الصلاة في فجر الإسلام كانت طقسا سياسيا، والقصد هنا تفسيرا أن الصلاة كفعل ديني يرتبط بأفعال زمنية أخرى كالحج والنداء والتوقيت والالتزام والتنظيم، وهي كلها أمور لها أبعاد دنيوية تساهم في تعضيد وتقوية الدين الجديد ومعتنق الدين الجديد، لا سيما أنه كان محاطا ومنذ اليوم الأول بتحديات كبيرة وكثيرة هددت الدعوة المحمدية في مهدها بالوقت. قراءة تاريخ الإسلام بشكل مادي أو تاريخاني أو زماني ليس بالأمر اليسير، فهو بمثابة السير على حد السيف، كون أن جل المسلمين يصبغ التاريخ وسيرة النبي بصبغة دينية مفارقة للعالم الزماني الذي نعيش فيه. وهنا المفارقة، فنجد المسلم رافضا للبحث فيها من هذا المنطلق في تاريخ الإسلام، وفي نفس الوقت يفخر بقراءة الكثير من المستشرقين للإسلام والنبي محمد. قراءتهم الإيجابية لحركة الإسلام كفاعل مؤثر في التاريخ، ومفارقة أخرى تفرض نفسها بالعودة لخطاب الإسلام دين ودولة. حسنا، إن كان ذلك كذلك، أليست الدولة وسيط يخضع للتفاعلات والتفسيرات والمآلات الزمانية التاريخانية، أم أنها فعل إلهي مفارق؟ إذن انطلاقا من خطاب الإسلام دين ودولة، فإن الأمر يقتضي قراءة الإسلام في مسار التاريخ قراءة مادية بمعزل عن اللاهوت الإسلامي. الليلة في صالون علمانيون نتناول هذا الملف الشائك بعنوان الإسلام بما هو حركة تاريخية، والذي يحل ضيفا علينا لتناوله بمزيد من التفصيل دكتور كريم الصياد، مدرس الفلسفة بجامعة القاهرة وعضو المكتب التنفيذي لحركة علمانيون. أدع حضرتكم لترحيب به. طيب أنا هبدأ بنقطتين كانوا في كلام الزميل عمر خالد، وأشكره على التقديم، يعني أنه بالفعل هو عرض الأرضية المعتادة لمناقشة حاجة زي كده. لما احنا نقول الإسلام في إطار التاريخ في سياق التاريخ، هي دي مشكلة قديمة انتوا عارفينها، وكانت هي أشهر إشكالية اتكفر بسببها نصر أبو زيد والمدرسة عموما اللي أنا أطلقت عليها ذات مرة يعني في 2010 مدرسة القاهرة، اللي هي حسن حنفي وتلميذيه أو تلميذيه علي مبروك ونصر أبو زيد، نصر أبو زيد الأول وبعدين علي مبروك. الأرضية اللي اتكلم عنها عمر خالد هي بالفعل الأرضية الموجودة، هي القراءة المادية لتاريخ الإسلام أو تاريخ الأديان عموما. ودي قراءة أول من قدمها كان المستشرقون، اللي دارس الحكاية دي أكيد عارف إن دي معالم عامة يعني. لحظة، والقراءة المادية المقصودة في كلام عمر مش القراءة المادية بمعنى المادية الكلاسيكية اللي انتوا عارفينها، ان هو الحقيقة هي المادة يعني. طبعا
الكلام ده كانت موجودة، هذه النزعة بمعظم تاريخ الفلسفة كانت موجودة مع نزعات أخرى طبعا، إنما في القرن التسعتاشر حصل لها تحول جذري، هو إنها لم تعد هناك مادية كلاسيكية بهذا المعنى، وإنما أصبح هناك إذا كان في مادية هتبقى مادية جدلية. فهم المستشرقين على اختلاف اتجاهاتهم في الوقت نضج الاستشراق أواخر القرن التسعتاشر أو القرن العشرين، كانت المادية التاريخية أصلا مادية تاريخية مش جدلية، المادية الجدلية والمادية التاريخية بدأت إنها تنضج في الغرب بل وإنها توصل لنا إحنا، أقصد يعني في الشرق، واتطبقت على تاريخ الإسلام، وفي دراسات بالغة الأهمية في ده، زي إن الإسلام كان فعل اقتصادي أو إنه كان ليه دوافع اقتصادية، أو زي ما سمعنا في كلام عمرو كلام علي مبروك اللي هو الدكتور الراحل الله يرحمه يعني علي مبروك، اللي هو إن الصلاة صلاة المسلمين لأن هي صلاة جماعة، نوع من العمل الحزبي السياسي يعني. طبعا انتوا شايفين قد ايه القراءة دي بسيطة، وده اللي انا قلته دايما عن شغل علي مبروك، فروض فعلا ما لهاش ما يدعمها من أدلة، لا أدلة تجريبية ولا أدلة استنباطية. يعني طب ما احنا ممكن نقول ان الكنيسة بطبيعتها مؤسسة سياسية، وكذلك معابد الهندوس مؤسسات سياسية، وكل حاجة ممكن نعتبرها فعل سياسي، وبعد السياسة ده كمان مفهوم كبير قوي، فمعنى كان اي دين بقى يبقى سياسة، ما تقول كده وخلاص من الاول، مش هيبقى ساعتها، هيبقى ساعتها في تماهي بين مفاهيم كبيرة. فطبعا ده مثال على اللي انا قلته عن علي مبروك، مبدع ولكن مفيش للاسف ما يدعم الفروض دي يعني. النقطه الثانيه انا قلتها فعلا هي القراءه الماديه، انا مش هقدم قراءه ماديه، انا ما بقدمش قراءات ماديه يعني، اللي بيقرا الشغل بتاعي ما بقدمش قراءات ماديه، انا بقدم قراءات جدليه فعلا، بس مش ماديه جدليه، وليه اعتراضات كتيره على الماديه الجدليه والماديه التاريخيه، اعتراضات محدده ما هياش تنسفها تماما يعني، لا ممكن انها تستعمل ولكن في اطار معين. انا بستعمل جدل وجودي، جدل وجودي، انا شايف مع نفسي ان اهداف الانسان الوجوديه في حياته والمعاني اللي هو بيوصل لها من خلال خبراته الذاتيه عن الحياه والكون والله مش عارف كذا، مهما كان هذا الانسان بسيط بينشا ليها تيار معين في العقل الجمعي نتيجه توافق معين، نتيجه خلافات معينه، ده من ضمن اهم العوامل في تطور التاريخ. وهنشوف ده بالتطبيق يعني في شغلي، لكن أنا عايز أختصر هذا الجزء ونخش مباشرة في معنى الإسلام كحركة تاريخية. أنا بس عايز أوضح لكم العنوان في الأول، لأن هو طبعا إحنا المفروض نوصل لعنوان الندوة في الآخر مش في الأول، يعني في الآخر خالص تفهم ده كان هو العنوان المناسب. بس إيه، لأن بعض الناس بتسأل، لأن بعض الناس بتتعب من الحضور يعني في مكان واحد، الجلوس في مكان واحد وكده، فتيجي تقول لي في الأسئلة أنا ما فهمتش العنوان. طيب هو عشان ما حدش يقول الكلام ده خالص بقدر الامكان، المقصود بالاسلام كحركه تاريخيه، خلي بالك انا قلت حركه تاريخيه، ما قلتش ان هو وضع تاريخي. الوضع التاريخي انت بتتكلم عن التاريخ بشكل استاتيكي، يعني انت بتتكلم عن الدوله، قلت مثلا وليكن مصر دلوقتي ولا فرنسا ايام الثوره الفرنسيه، ولا بتعمل اي دراسه من هذا النوع، انت بتتكلم عن وضع معين لدوله، ده ممكن تناقش فيه عوامل معينه، بس خلي بالك ان التاريخ مش مجتمع، وان التاريخ مش تخصص عالم الاجتماع. عالم الاجتماع غالبا برغم ان هو بيدرس موضوع التحول الاجتماعي او السوشيال تشينج ده كماده اساسيه، كجانب اساسي من علم الاجتماع، عوامل تغير المجتمع طبعا في علم الاجتماع، والنظريه الاجتماعيه اللي هي اقرب مجال لينا احنا في مجال الفلسفه من علم الاجتماع، النظريه الاجتماعيه كذلك بتدرس عوامل تحول المجتمع، انما هو في النهايه بيدرس هذه العوامل، هذه القوانين اللي انتجها الفلاسفه. لكن الفلاسفة في فلسفة التاريخ مش بيدرسوا العوامل دي وبس، هم بيدرسوها في إطار التحكم في صيرورة معينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا لو نصورها بشكل مادي، نصورها بشكل مادي عشان يكون سهل، لو أنا مثلا حركت الإزازة دي كده ولأنها فيها مية لسه ما اتحركتش زي إزازة فاضية، دي حركة معينة، نمط معين، أنا بعرف تأثير إن هي فيها كمية مية معينة، بالنسبه كمان للحركه اللي انا حركتها فيها هتختلف ليه وهتختلف ازاي، ايه العوامل وايه المصير النهائي وهتمشي ازاي، ممكن لسه ما وقفتش فتقع، ممكن تقف قبل ما تقع زي ما حصل دلوقتي. اذا انا بتكلم عن صيروره، يعني ايه صيروره؟ يعني حركه المجتمع اذا وضعناه في بعد الزمن يعمل لنا تاريخ. عالم الاجتماع شغله بيقتصر على المجتمع غالبا طبعا، ممكن عالم الاجتماع يبقى فيلسوف كبير، ممكن الفيلسوف يبقى عالم اجتماع، بس احنا بنتكلم عن
غالبية اللي شغالين في المجال والتخصص بيهتم بيه أو بيعنى بيه. لكن أنا شغلي غالبا في هذه الندوة هيكون في مجال فلسفة التاريخ، وهنشوف يعني إيه المجتمع إزاي بيتحرك والكلام ده. لكن الحركة التاريخية المقصود بها نمط الحركة اللي أنا عملته ده، زي حركة الإزازة دي، نمط الحركة نفسه بيمشي إزاي، بيتحرك إزاي، وإزاي إن الإسلام كان نمط لحركة التاريخ، مش مجرد إن الإسلام كان متأثر بالتاريخ ويؤثر في التاريخ. مين مختلف معايا في الكلام ده لما أقول الإسلام تأثر بالتاريخ وأثر في التاريخ؟ مين هيختلف معايا؟ ده كلام بديهي مش محتاجين نقوله في ندوة، وكلام قديم الكلام ده بيتقال من أوائل السبعينات، من أيام رسالة أدونيس في السبت المتحول. بمناسبة ده كان آخر حوار بيني وبين الراحل نصر أبو زيد في وجود حسن حنفي وعلي مبروك في الجمعية الفلسفية المصرية في 2009، ديسمبر 2009، قبل وفاة يعني نصر أبو زيد بشهور يعني. وقلت له القراءة المادية التاريخية للتاريخ الإسلامي دي اللي أنت عملتها، اللي عالم مبروك بيعملها، اللي حسن حنفي عملها، اللي أدونيس عملها، اللي الجبري عملها إلى حد ما، واللي الجبري كان موقفه مختلف، اللي حسين مروة عملها، اللي طيب تزيني عملها، اللي كل الناس عملتها، لدرجة إن أي باحث النهاردة حتى إذا كان مش باحث متخصص، كان مثلا بيكتب في الصحافة أو أديب أو بتاع، بيبقى عارف حاجات عن الكلام ده، وإلى حد ما بيفكر بالطريقة دي. قلت له أنتوا بتعملوا الشغل ده من أوائل السبعينات، ألم يأن الأوان لتجاوز هذا الكلام؟ احنا خلاص اتعلمنا ان في عوامل ماديه بتحكم الظواهر الثقافيه، خلاص ده فهمنا. فيه مشكله اساسيه عند الفيلسوف او عند المفكر انه ينسب ظاهره ثقافيه معينه لفعل تاريخي معين او حتى تاريخيه معينه. ايه المشكله دي؟ هو اولا مش مؤرخ، فيضطر يعتمد على المؤرخين. هو عمره ما هيكون مؤرخ اذا لم يكن متخصصا في التاريخ يعني، فهو عمره ما هيكون مؤرخ، فبيعتمد على الاعمال التاريخيه الموجوده. هيجل نفسه ما هو كان بيعتمد، هو ما كانش مؤرخ، اللي هو اهم فيلسوف تاريخ يعني. المؤرخين نفسهم عارفين ان كلامهم ده مشكوك فيه، مش كله، في بعض الحوادث التاريخيه البسيطه اللي هي من زمان جدا، من الاف السنين ربما، ولكن عليها يعني اثار ماديه، عليها ادله ماديه. وافتكر انا في المحاضره اللي فاتت وضحت النقطه دي، لان لقيت ان في ناس كتير بتتكلم بتقول الحكايات اللي عن التاريخ بيعتبرها جزء من التاريخ. لا، ده مش منهجيه علماء التاريخ. متخصص في التاريخ بيشتغل اساسا على الادله الماديه. لازم يكون في عندك دليل مادي ان كان في حضاره في امريكا الجنوبيه كانت بتقول كذا، بتنتج كذا، دياناتها كذا، لازم يكون عندك الادله الماديه دي. لكن كلام ما نقول في الكتب ده كلام لا يمكن يكون ثقه. المؤرخ عارف حدود منهجه، انما الفيلسوف او المفكر ما هوش مختص فما يعرفش الحدود دي. ما هو انت هتعرف حدودك امتى؟ لما تكون مختص. اذا انت مش مختص الدنيا عندك هتبقى غايمه، ما انتش عارف تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه حتى لو مختص. فبالتالي فيه صعوبه اساسيه في تحديد سبب مادي بهذا المعنى المادي التاريخ الماديه التاريخيه يعني، في اطار الماديه التاريخيه اللي هو الاسباب الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. دي القراءه الماديه اللي كنت اقصدها يعني، لو حد مش حضر المصطلح او بتاع الماديه التاريخيه يعني. زي ما شفنا كلام علي مبروك عن الصلاه من شويه اللي قدمه عمرو، وهو بيقول ان الصلاه كانت نوع من التحزيب السياسي، والكلام ده على فكره بيتقال قبل علي مبروك عادي يعني. انا سمعت الكلام ده من ناس غير مختصه، لان هي انت بتلاحظ ان الناس يعني مع بعضها ومنظمه نفسها وبتاع وكلام، ففي حركات كتير يعني انتجت ده باشكال مختلفه، اهمها الحركات الفاشيه. الحركات الفاشيه اولا بتقوم على التنظيم الاجتماعي بلا افكار. هي في الواقع مش بتقوم على الافكار بشكل اساسي، الافكار ده جزء جانبي يعني، نوع من الغطاء النظر كده، انما اساسا الفاشيه بتقوم على نظم الناس الاول هتعمل فاشيه، ما انتش محتاج نظريات ولا كلام من ده ولا حاجه. وده اللي حصل في المانيا وايطاليا ايام نجاح يعني الحركات الفاشيه. فجزء من التاريخ الاسلامي اتقرا بالطريقه دي، قرئ بالطريقه دي، لان احنا شفنا بالفعل، احنا شفنا فعلا ميليشيات وحركات عسكريه في مصر المدنيين هم اللي عملوها. يعني يقول لك العسكريين استولوا على السلطه، العسكريين استولوا على السلطه بعد ما انتم عملتم تشكيلات عسكريه، حتى في اكثر احزاب مصر الليبراليه ورسوخا اللي هو حزب الوفد، الكلام ده بعد معاهده 36، البلد اتملت تشكيلات عسكريه لدرجه ان فيه قانون صدر لتجريم الميليشيات في الاحزاب. الكلام ده من اوائل من معاهده 36 لغايه وانت طالع لغايه 52، ومع ذلك طبعا كان رائده او رائد يعني التنظيمات الفاشيه والحاجات دي، واللي كان ليه توجه اسلامي. انا عايز بس اربط موضوع التوجه الاسلامي ده، مش هو ما كانش اسلامي ولا حاجه، هو كان بيحاول يشوف ايه التوجه اللي ماشي،
في الجامعه وبين العمال وبين الفلاحين. فهو شايف ان الاخوان المسلمين بدأوا اللي هو احمد حسين اللي تم اعتقاله بعد الثوره اللي هو كان مؤسس وزعيم حزب مصر الفتاه. وده بالنسبه لنا احنا في مجال الفلسفه في مصر الحزب ده ليه اهميه في تاريخنا. حتى لو انت مش بتدرس الفكر العربي المعاصر، انا بدرس الفكر العربي المعاصر، بس انت حتى لو مش بتدرسه هتيجي سيره الدكتور الراحل اللي هو يمكن واحد من اهم الباحثين والمؤثرين على تاريخ البحث الفلسفي والبحث عموما البحث في العلوم الاجتماعيه تقريبا في العالم العربي كله، اللي هو الدكتور عبد الرحمن بدوي. فعبد الرحمن بدوي عمل شهره كبيره لهذا الحزب لان هو كان اكبر راس في هذا الحزب من حيث كونه مفكر يعني، وكان ليه نشاط سياسي وكل حاجه. فبالتالي يعني هو افترق عن احمد حسين في الراي بموضوع التحولات الاسلاميه والكلام ده اللي جرت على الحزب. هو الحزب في الاول كان اشتراكي علماني وبعد كده بقى اسلامي ما تعرفش ازاي وحاجات زي كده. المهم ان هو يوصل للسلطه، هدف الفاشيه الوصول للسلطه. طبعا الاخوان المسلمين كذلك اشتهروا ده، معروفين بالقصه دي يعني، حزب الوفد واحزاب ثانيه، بس دول اهم ثلاثه، مصر الفتاه والوفد والاخوان المسلمين يعني. فلما المدنيين حاولوا ان هم يوصلوا لهذا المستوى من عسكره الحياه اللي هم اللي هي كانت ديمقراطيه بالنسبه لهم وكانوا مستريحين وكل حاجه، في احزاب اقصى حاجه ممكن تاخد لك مثلا بتاع 9 شهور في السجن ولا حاجه، وفي سجن كويس في سجن انساني اللي لو شتمت الملك، ده لو شتمت الملك تاخد لك بتاع ايه 6-7 شهور، ممكن توصل 9 شهور محاصره مع العقاد مثلا ولا حاجه. رحت انت حولت انت كمدني انت حولت نفسك لعسكري، فهو هيعمل ايه تاني؟ ما انت كده فتحت الباب. فاصبح البقاء الاقوى، فحصل ثوره 52. 52 هنا هي نتيجة وليدة للأوضاع اللي قبلها. ما ينفعش بأي حال تقول 52 قضت على الحياة السياسية في مصر وعبد الناصر قضى على مش عارف أعمل إيه. عبد الناصر كان نتيجة لوقته، وعبد الناصر ده جه من دولة تانية ولا جه من الفضاء. دي أساسا القراءة الجدلية للتاريخ. أغلب الناس لما بتقرأ التاريخ بما فيهم الناس الهواة المحترفين يعني، في هواة محترفين للتاريخ برغم إن هم غير مختصين يعني، غير المختصين برضه في أحيان كتير. بيقروا التاريخ ازاي؟ بيقروه زي ما انا ماشي في المعرض فبشوف صور متعلقه كل مرحله غير الثانيه، والله المرحله دي عاجباني، المرحله دي مش عاجباني، المرحله دي اقوى، المرحله دي احسن، ودي اضعف. وكان الصور دي مش مترتبه مع بعضها، مفيش وكانها مش متركبه مع بعضها، حتى هو بيقراها بالترتيب. لكن هو ما بيربطهاش ببعضها. في الواقع التاريخ اقرب لفيلم مش معرض صور. فيلم عمال بيجري قدامك مش معرض صور. ولما انا اشوف حركه فيلم انا يهمني هنا يعني من ضمن ادوار المخرج الاساسيه، انا بس عايز اسقط الكلام ده على التاريخ كفيلم يعني. انت لو بتخرج فيلم من اهم ادوارك الاساسيه ان يبقى فيه موسيقى في الفيلم، مش بموسيقى بالمعنى الحرفي اللي هي الموسيقى التصويريه، لا موسيقى يعني في ايقاع، في ايقاع في الفيلم يعني. انت شايف الفيلم بيتحرك على نفس الايقاع، ما يجيش مثلا يكون الاحداث بطيئه وبعدين تيجي في الاخر تسرع فتحس ان القصه ايه يعني المؤلف عايز يخلص منها، ولا يكون في العكس، ولا يكون في اضطرابات، يكون في ايقاع معين يناسب الموضوع ويحدث التاثير المطلوب. التاريخ كده برضه لو في حد مؤلفه فهو ليه ايقاع معين. انا دوري كفيلسوف تاريخ بالنسبه لفلسفه التاريخ يعني ان انا اعمل ايه؟ اهم دور عندي، اهم دور مش ان انا ناصر دوله على دوله وان انا اقود حدث، ده كله كلام بيتقال كده كده. اهم دور ليه اتميز بيه؟ ان انا اكشف الايقاع ده. ده اهم دور ليه. ففلاسفه التاريخ حاولوا يعملوا ده. فلما هيجي يحاول يعمل ده هو شايف ان الجدل هو المحرك الاساسي، ومش مساله محرك موتور يعني نحط جدل تعمل تاريخ، مش كده. هو يقصد يعني ان التاريخ بيتحرك بشكل جدلي على نحو جدلي. ده موضوع قد يطول في الكلام ومش موضوعنا النهارده على اي حال. يهمني منه معلومه واحده، ان اي وضع تاريخي بيكون نتيجه بشكل او باخر للاحداث. مهما حصل تناقض يعني، في تناقض كبير، في اختلاف كبير بين 52 وبين 19 يعني، بين مجتمع ثورة 19 والدستور 23 والقصة دي، وبين مجتمع 52 في فروق جوهرية في بعض الأحيان، إنما هي نتيجة لاستفحال هذه الأوضاع وإحساس الناس بفشل الديمقراطية، لأن الاستعمار كان موجود في وقت الديمقراطية، فالناس كفرت بالديمقراطية بسبب الاستعمار. يعني هو يقول لك الاستعمار الإنجليزي ده على الأقل كان عامل ديمقراطية، ده إحنا كنا عندنا ديمقراطية أيام الاستعمار. في حتى ناس في الجيش زي سعد الدين شاذلي اللي هو كان رئيس الأركان في 73 بيقول الكلام ده، يقول هو ما قالش الموضوع الانجليزي ده بالذات، بس يقول يعني قبل 52 يعني، وعشان كده احنا قدرنا ننظم نفسنا ونعمل حركه ضباط وكلام. بيتكلم هو يعني كعسكري على اساس ان كان في مناخ حريه وفي بتاع، بس انت لما تعمل مناخ ديمقراطي وحزبي وكذا وكذا في نفس الوقت اللي البلد في قوه اجنبيه مسيطره على درجه محاصره القصر الملكي في 42 حادثه 4 فبراير
علشان مصر تقف في صالح انجلترا مع الحلفاء يعني ولا تقف مع يعني الكلام ده طبعا كان الهدف النهائي، لكن الهدف المباشر كان تغيير الوزاره ويرغموا الملك على ده. فمعنى كده ان تغير الوزاره اللي المفروض بانتخاب، الملك نفسه مش عايز يغيرها، انت اللي عايز تغير يعني لا الشعب عايز يغيرها ده المفروض، ولا الملك من حقه يغيرها، بس حتى الملك مش عايز يغيرها. فانت جيت ارغمته، فراحت الناس طبعا قالت الديمقراطيه ايه بقى، ما تنفعش. فده مثال واضح افتكر على ايه. لاحظوا هنا ان احنا بنتكلم عن احداث تاريخيه كبرى، احداث تاريخيه كبرى. يعني انا مثلا ما قلتلكش على سبيل المثال ان الدبابات بتاعت الانجليز وهي رايحه تحاصر القصر في 4 فبراير داست على رجل مثلا بواب من البوابين، وده سبب كذا وكذا، برغم ان حادثه دي ممكن تكون ليها اهميه، بس انتوا شايفين انها حادثه تفصيليه ازاي وما عندناش ادله ماديه كافيه ليها. فكلما انت في التاريخ اتكلمت في فلسفه التاريخ، كلما في فلسفه التاريخ انت اتكلمت عن احداث تفصيليه، كلما الموضوع غام منك على عكس المتوقع. على عكس المتوقع، انت لما تيجي تتكلم عن تفاصيل التفاصيل في اي مجال تاني هتستفيد، لكن في مجال التاريخ وما يبنى على التاريخ زي فلسفه التاريخ هتلاقي الموضوع بدا منك يتوه، نظرا لان انت هتبدا تتكلم عن عوامل مختلفه نشات انت استنتجتها عن طريق وقائع انت ما انتش متاكد منها، ولو متاكد منها النهارده ممكن يجي دليل بينسفها بعد كده. انت لو متاكد ان هذا النص يقول 1000 سنه مثلا، ممكن حد تاني يجيب لك نفس النص بنفس المواصفات عمله النهارده، يقول لك اتفضل، ونفس الخامات ونفس الخط ونفس كل حاجه. طيب ده اقصد يعني ده السياق العام اللي بتحرك فيه. لكن انا هنا بستعمل الاسلام باي معنى. انتوا عارفين لما نقول الاسلام كده دي كلمه كبيره نظرا لان هي متعدده المعاني. لو بنتكلم عن دوله اسلاميه فاحنا عمرنا ما هنقدر نتكلم عن دوله واحده. وانا افتكر في الندوه اللي فاتت برضو اتكلمت عن مفهوم الامبراطوريه. الخلافه الاسلاميه كانت امبراطوريه ما كانتش دوله. هي بيقال عنها الدوله الاسلاميه ولا بعض الناس يقول لك، لكن هي كانت امبراطوريه. يعني ايه امبراطوريه؟ زي الامبراطوريه الرومانيه او امبراطوريه الاسكندر وخلفائه من بعده الى اخره. عندنا مثال قريب هو الامبراطوريه العثمانيه. هي دي كانت خلافه. كانت سلطنه وخلافه في نفس الوقت. كل بلد يعني مصر كانت تابعه للخلافه العثمانيه لغايه لما الخلافه العثمانيه سقطت. برغم ان كان فيها حكم ذاتي. في معظم الوقت يعني في كان في حركه استقلال حصلت كذا مره في مصر، انما اغلب الوقت كان والي بيعينه الباب العالي. فالدوله هنا بيبقى ليها حكم ذاتي، يعني مصر دوله. الامبراطوريه تختلف عن الدوله في ان الامبراطوريه مجموعه دول متحده في باب عالي او راس كبيره او خليفه او ايا كان. والباقي ده بيتبعه لكن ليس بشكل كامل. الوالي او الخليفه ده مش بيدير كل حاجه ولا يعرف كل حاجه، هو بيعين الناس اللي ينفعوا واللي حسب بقى هو مشروعه عايز يعمل ايه، ينفعوا مشروعه يعني على المدى البعيد. فلما نيجي نتكلم عن الخلافه الاسلاميه احنا بنتكلم عن وضع معقد جدا من دول مش موجوده في لحظه تاريخيه واحده، ده احنا بنتكلم عن تحولات كبيره جدا ودول كبيره قامت وسقطت. يعني في العصر العباسي الثاني لوحده انت عندك كميه دول تفوق الحصر نشات في نفس المنطقه. ده غير الدول اللي استقلت وغير الدول اللي تم اضافتها او احتلالها او ما شابه ذلك، يعني غير التغييرات اللي بتجري على هذه الامبراطوريه. فاذا يبقى ايه معنى الاسلام؟ والله انت لو سالتني السؤال ده بالنسبه لاي حاجه، لو قلت لي مثلا ايه معنى الاشتراكيه؟ لو قلت لي انا عايز اعرف يعني ايه اشتراكيه؟ انا مش فاهم، كل ما اقابل حد اشتراكي يقول لي كلام مختلف عن التاني، انا عايز اعرف يعني اشتراكيه. انا اعمل ايه منهجيا لو انا مش عارف اعمل ايه؟ والله اشوف الاشتراكيين كلهم. نجيب بالنسبه لمن لا يعلم يعني الفكر الاشتراكي مليان مذاهب كثيره جدا جدا. يعني مفيش حاجه واحده اسمها حد يقول لك انا رافض الاشتراكيه وبتاع، ممكن هو يقصد نوع اشتراكيه معين في بلده. لكن اذا خدنا الكلام ده انه كلام نظري عام فيبقى ملوش معنى. مفيش حاجه اسمها كده. لكن هو في مذاهب كثيره جدا. مشروعات كتيرة جدا. أنا يهمني هنا منهجيا أعمل إيه؟ إن أنا أشوف ما هو متفق عليه بين هذه المذاهب. لو مفيش حاجة خالص متفق عليها فإما إن أنا البحث بتاعي كان ليه حدود معينة ما قدرش أتعداها، المادة العلمية ضعيفة، البحث نفسه ضعيف، وإما إن مفيش فعلا حاجة اسمها اشتراكية. ساعتها مش هيبقى في حاجة دي. فإذا أنا قلت إن أساس الاشتراكية، أنا مثلا لو سألتني عن الاشتراكية أقول لك، لو أنت بتسأل عن معنى الاشتراكية أقول لك مسؤولية الدولة الحكومة يعني عن المجتمع كأمر ضروري من واجبات الدولة. لو انت قلت لي كده تبقى انت اشتراكي، بغض النظر انت هتعمل ده ازاي، هتعمل تأمين ممكن ما تعملش تأمين،
ممكن ما تعملش اي تامين في البلد، وممكن حكومه راسماليه متطرفه تعمل تامين برضو. ما يعني بعض المؤسسات ده بيحصل طول الوقت، مش حاجه مميزه، مش فعل مميز، انما هو الفكر هو المميز. فكذلك لو سالتني مين هم المسلمين او ايه هو الاسلام اللي انت تقصده، انا برضو وضحت اكتر من ندوه، وعاده بتكلم من هذا المنظور، مش طرح جديد يعني، ان انا اقصد بالاسلام المتفق عليه بين المسلمين يعني هو في كتاب واحد، نص واحد هو المتفق عليه بين المسلمين اللي هو القران. فانا هنا بتكلم عن الاسلام باعتباره المعاني اللي في هذا النص، المعاني الاستراتيجيه، الاخلاق، نظريه القيمه، العقائد، الشرائع، الكلام ده كله موجود في هذا النص، لان هو النص الوحيد المتفق عليه بين المسلمين على اختلاف مذاهبه. ممكن تلاقي فيه مسلم يقول لك لا القران محرف، بس ده لا يشكل اتجاه او ظاهره، ما يقدرش يقول لي ان ما فيش اسلام لان فيه واحد بالظبط كده، ما يقدرش يقول لي ان ما فيش اشتراكين لمجرد ان فيه اشتراكي شايف ان الدوله مش مسؤوله او الحكومه مش مسؤوله عن المجتمع، ما ده لا يهدم الاشتراكين. انا بقول الكلام ده بمناسبه ان في حد سالني، انا الحقيقه مش فاكر مين عشان لو كان موجود يعني، ولا فاكر السؤال ده جالي ازاي يعني، حتى مش فاكر السؤال ده جالي ازاي، جالي بعد الندوه اللي فات. حد كان بيكلمني في موضوع برضه متعلق بالنهارده، بيقول لي طيب ما فيه بالنسبه للقران يعني، ما فيه كلام بالذات من الشيعة ان قران، ان سوره ال عمران اتحذف منها 200 ايه، وان مش عارف سوره البقره اتحذف منها 300، حاجات كده بارقام خرافيه كده غريبه يعني. طيب الكلام ده انت لما تسمعه تقولي ما هم ما هو تلاقي عند الشيعة قران مختلف. اولا الشيعة ما عندهمش قران مختلف، هم عندهم نفس مصحف عثمان اللي عندنا، اللي عند السنه يعني. مفيش حاجه اسمها ان الشيعة عندهم مصحف مختلف. انا عارف ان انتوا فاهمين النقطه دي، انما في ناس كتيره مش فاهمه، على الاقل من المشاهدين افتكر دي ممكن تكون معلومه بالنسبه لبعض، بسبب الكلام اللي بيتقال ان احنا محدش عارف دين التاني بيتكلم عن ايه، واذا عارف بيعرف بشكل غلط. ده طبعا وضع ما ينفعش، لو انت مش عارف ما تتكلمش لو سمحت، بالذات في امور زي دي، ده هيعمل نوع من الكراهيه والتفريق في المجتمع يعني. لكن الاهم هنا ايه منهجيه التحقق من الكلام ده، لان هم بيقول لك فيه الشيعة يقولوا ان القران اتحرف، هم طبعا يقولوا الكلام ده على اساس ان القران كان بينص على خلافه علي، هم عايزين يقولوا بينص على خلافه علي بس، هو ده كل ما هنالك يعني، ان القران اتحرف، شال منه كل هذه المئات من الايات علشان ايه واحده يعني. الكلام ده حتى اذا اعتبرناه كلام معقول نظريا، شوف انت هل في رد على الكلام ده من المسلمين؟ ما هو لو المسلمين ردوا على الكلام ده بحيث ان التيار ده يهمش، او نظريا يعني يهمش، فبالتالي ما نقدرش نقول التيار ده تيار فاعل او موجود. وهل في ده، انا بتكلم من المسلمين يعني من السنه على الشيعة، وهل في رد من الشيعة ولا لا؟ وهل في رد من نفس الفرق الشيعية ولا لا؟ في الواقع انا هجيب لك من الاخر، هتلاقي في رد من نفس فرق الشيعة اللي بتقول الكلام ده. واحد يطلع من اللي انا شفتهم اكتر من شيعة الاثنى عشرية، هم الاشهر ايه في الفترة المعاصرة يعني، او الكتب بتاعتهم موجودة بشكل موثوق بيه انا اكتر في القرن العشرين. ففي بعض الشيعة الاثنى عشرية يقول لك القرآن شال منه كذا وتعال منه كذا وكلام من ده، لكن بتلاقي ردود عليهم من الشيعة الاثنى عشرية برضه نفس الكلام. إذا حصل حاجة زي كده، إذا ده الطبيعي إنه يحصل في أي دين عادي وفي أي مذهب عادي، أي مذهب حتى لو مذهب علمي، هتلاقي فيه تشكيك في النصوص بتاعته وتشكيك في الأحداث التاريخية المتعلقة بيه. بطبيعة الحال هيبقى فيه ناس تقول كده، إنما هل فيه رد ولا لا؟ وهل الكلام بيشكل تيار ولا لا؟ فهو القرآن نقدر نقول بشكل يعني، وإحنا واثقين من نفسنا إن هو النص المشترك بين المسلمين، وإن المعاني اللي هم بيتفقوا عليها في هذا القرآن كغالبية المفسرين يعني بدراسات احصائيه نقدر نعملها، هو ما يشكل الاسلام كعقائد وكشرائع. لكن في معنى تاني للاسلام كذلك، ده معنى انا بحاول يعني ان انا اقول لك المعنى المحدد قوي اللي انت ممكن تمسكه بايديك كده، هو المصحف ده. انما برضو في معنى تاني، ان هو بنقول الاسلام كظاهره، الظاهره دي لما بنستعملها في الفلسفه ما نقصدش ظاهره طبيعيه. الظاهره في الفلسفه، في مجال الفلسفه، معناها ما تعيه انت، ما تعيه عن الموضوع اللي ظاهر لي. انت مثلا شايف ربنا ازاي؟ انا بدرس تصورك عن ربنا اللي انت قلته او اللي انت كتبته، مش بدرس ربنا. دي الظاهريات الفيمنولوجيا، ان انا بدرس الحاله اللي قدامي، وده من ضمن التقنيات المنهجيه اللي انا بشتغل بيها عن نفسي علشان لو جيت في السكه يعني. فاحنا ممكن نتكلم عن بدل ما نقول المصحف، ما احنا ممكن حد ما يعني مش هيقرا المصحف او ما يعرفش عربي بشكل كويس او ايا كان، او المصحف مش موجود، هيقدر يعرف من افكار المسلمين هم مجمعين عليها. طبعا دي هتبقى دراسه معقده، دراسه اجتماعيه وبعالم اجتماعي اكتر يعني، لكن
احنا في غنى عنها لان احنا معانا بالفعل القران وبنتكلم في وسط اغلب المسلمين على اي حال. طيب الاسلام ازاي قدر ان هو ياثر في التاريخ؟ اولا انا شايف ان الاسلام بهذا المعنى اللي انا قلته كان ليه تاثير بالغ في التاريخ. التاثير ممتد حتى النهارده، مش عايز اقول اقوى من اي دين تاني، لكن اقوى من الاديان على الاقل اللي احنا نعايشها، يعني لسه حيه حتى الان. ممكن حد يقول لي طيب ما هي المسيحيه عاشت اكتر، عمرها اسبق من الاسلام يعني، وهي اسبق من الاسلام على اي حال. ما دي برضو اهميه كونك ان انت الاسبق، يعني كنا بنتكلم في التاثير بقى ايا كان التاثير، وانتشرت على مساحه اكبر وعدد المسيحيين في العالم اكبر من عدد المسلمين. ماشي انا معاك، على الورق في البطاقه، في البطاقه انا لما سافرت المانيا لغايه لما رجعت، قعدت هناك 5 سنين من اول ما سافرت لغايه لما رجعت، كنت بدفع ضرائب للكنيسه الكاثوليكيه، بيتفرض عليك من اول ما تخش ضرائب للكنيسه. طبعا انا كنت في مركز الكاثوليكيه لدرجه ان انا كنت بعمل الدكتوراه بتاعتي في اقسام الفلسفه في المانيا، بيبقى القسم نفسه بيبقى متقسم، قسم بيطلع منه معاهد لكن انت بتدرس في قسم، يعني مش زي عندنا يعني. فانا كنت بدرس في معهد توماس الاكويني التابع لقسم الفلسفه هناك. توماس الاكويني ده حد فيلسوف وعالم لاهوت معروف، في اكبر راس في الدومينيكان يعني، هم الكاثوليك فرانسيس كانوا دومينيكان يعني، فهو واحد من اكبر الروس يعني، هو اكبر راس اصلا في الدومينيكان يعني. طيب ما ان انا مش كاثوليكي ولا مسلم، طيب اعمل ايه علشان؟ قلت لهم كنت ساعتها بقول لهم طب انا كنت في البنك ساعتها بعمل حساب البنكي بتاعي، فقالوا لي اتخصم من الايه؟ من الحساب بتاعك شهريا ايه؟ مصاريف الضرايب بتاعت الكنيسه. فقلت لهم انا مش مسيحي. قالوا لي مش مهم يعني ديانتك ايه؟ انت تروح السجل المدني تقول لهم انا لا ديني. مش تقول لهم ان انت مسلم ولا يهودي ولا هندوسي ولا، تقول لهم ان انا لا ديني. حتى لو انت متدين على مذهب تاني غير الكاثوليكيه. تقول لهم الكلام. طبعا انا اللي هو هروح السجل المدني اقعد 3 ساعات، فسافر اوروبا وعايش فيها فتره هيعرف ان دي اقل عن شيء في اوروبا هو الوقت. هناك كل حاجه منظمه مش زينا، بالذات في المانيا طبعا النظام هناك مقدس يعني، بس نتيجه النظام هتلاقي حياتك معظمها ان انت قاعد مستني. ما لما يجي عليك الدور ما كل حاجه منظمه. هنا لو انت عندك صحه شويه ممكن تجري تلحق تعمل كده. يعني الفوضى برضو ليها، انا دايما بقول النظام الكامل غلط، لازم يكون فيه قدر من الارتجال، قدر صحي من الارتجال يعني، عشان يحافظ على انسانيه البشر. لكن يعني طب يعني انا بدفع ضرايب، طب الضرايب دي هم يعني الكنيسه بتقبل على نفسها فلوس زي دي ازاي؟ معلش يعني المفروض الكنيسه بتاخد الفلوس دي، هو انا مأجر منهم حاجه؟ هو انا مأجر منهم البلد؟ ده انتم طردتوا الاسقف، طردوه. يعني فيش اسقف في كولونيا، كولن دي واحدة من عواصم الكاثوليكية، ومعهد توماس ده واحد من أهم معاهد اللاهوت الكاثوليكي واللاهوت عموما في أوروبا. وكان رئيس المعهد ده كان هو الأشرف على الرسالة بتاعتي اللي هو الأستاذ الديغاس شبير. ومع ذلك هتجد الموضوع في نوع من العبثية، والموضوع في نوع من مجرد إجراءات رسمية. فانا هناك طبعا ده الكلام ده اول ما دخلت المانيا، فبعد كده بحاول اتعرف على الناس، وبعد كده اتعرفت على اصدقاء لهم اسر عندهم اطفال او عندهم اخوات صغيرين، بدات اشوف الناس بتتعلم الدين هناك ازاي وبتاع. باختصار شديد الناس هناك ما تعرفش الكنيسه غير لما يكون عندها اطفال. طب ايه علاقه الاطفال بالكنيسه؟ اشمعنى تبقى تروح الكنيسه متدين لما يبقى عندك اطفال؟ وانت ما عندكش اطفال بتبقى يعني بايع القضيه. علشان الانشطه اللي بتعملها الكنيسه. الكنيسه بتعمل مسرحيات، بتطلع رحلات، بتعمل حاجات زي كده، وهناك الانشطه دي اكبر طبعا. فبالتالي ايه ده هو اهميه الايه الديانه يعني الى حد كبير. طب ده وضع مش جديد يعني، انتوا عارفين الكلام ده، ده وضع انا بوصف لك يعني ما هو متطرف علشان تدرك اللي هو ايه الابسط منه، فتشوف صوره اوسع يعني. انما انت كده كده عارف ان العلمانية انتصرت والكنيسة انفصلت عن الدولة، والدولة تملكت لأسباب مختلفة، مش كلها بسبب ان الناس فكرها تطور وكلام ده، ما حصلش. مفيش حاجة اسمها الناس دي فكرها تطور، دي أسطورة يا جماعة، احنا مستنيين الناس فكرها تطور. ثورة يناير قامت من غير ما أي فكر يتطور ولا أي حاجة، وشارك فيها ناس ما لهم ما يعرفوش أصلا كلمة فكر إيه معناها إيه. الموضوع ده ملوش علاقة. لكن انا اقصد يعني موضوع التطور، مفيش حاجه اسمها فكر شعب يتطور، مفيش حاجه اسمها شعب متقدم فكريا، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها مؤسسات بتقوم بدورها، في حاجه اسمها سياده قانون، في حاجه اسمها فصل بين سلطات. ده الكلام الموجود، ده الكلام اللي انت تتكلم فيه بجد. انما عايز
تسقى في الشعب لدرجة ان الشعب يعرف مصلحته ويطالب بيها ويكون شعب من العباقرة، كان افلاطون عملها في الاكاديمية، ده كان هيتقبض عليه مرتين، او افتكر اتقبض عليه مرة وتقبض مرة افلاطون نفسه، فمحدش قدر يعمل ده. سقراط لما عمل ده اتكلم في الشارع كده اتهموه بالالحاد، وهم اصلا وثنيين، هم عندهم 100 اله في وقت واحد يعني، لكن هو انكر جميع الالهه، فعشان كده هو انكر جميع الالهه صالح اله واحد يعني، فراحوا حكموا عليه بالاعدام. فيعني انت مش هتعمل ده يعني، ولا يمكن توصل ده. انا بتكلم عن مؤسسي الفلسفه، مؤسسي الفلسفه، مش ناس زينا بتتكلم وبتحاول يكون لها دور يعني كمثقف عضو او حاجه زي كده، لا، فده مش ممكن. طيب امال يعني اللي حصل هناك طبعا لاسباب كتير، انتوا عارفين قصه هنري الثامن انه كان عايز يتجوز بل مراته بتخلفش، واتجوز اصلا 100 مره وذبح كذا ست، انتوا عارفين اللي هو شهريار انجلترا بيسموه كده يعني. ده من اهم اسباب انتشار المذهب البروتستانتي. الراجل ده الشخصيه دي لو كان الراجل ده ما عندوش المرض المناعي، اللي هو كان تقريبا عنده مرض مناعي تقريبا اللي هي من الاعراض يعني، انا مش مختص، لكن الاعراض دي شبه اعراض اللي هي بيسموها اللي هو ايه سيستميك لوبس، اللي هي الذئبة الحمراء بيسموها كده، يمكن تسمعت عنها. اه ده مرض مناعي يعني شديد الوطأة، ويبدو ان هو كان عند هنري الثامن كان مدمر كل حاجة، فطبعا هو يعني كان مأثر على نفسيته وعلى مزاجه وعلى كل حاجة، لانه مرض بيدمر كل الجسم تقريبا في الحالات السيئة من حالات متطرفة مش كله يعني. فلو ما كانش عنده المرض ده من الوارد كان التاريخ اتغير. اه التاريخ فيه كتير من الصدف، ده بيحصل. هتقول لي طب واحنا ازاي هنفهم التاريخ وفيه كتير من الصدف كده يعني، يعني بمناسبة ان انا بتكلم عن شهريار انجلترا يعني شهريار انجلترا والكلام ده، لا ما هو انت اذا كنت عايز تشوف يعني نظرة يعني ادق لازم هتعترف بوجود صدف، وهتعترف ان في بعض الاحداث غير متوقعة، هي مفسرة بعد ما تحصل لكن ما هي غير متوقعة، لكن انت تقدر ان انت على الاقل تتنبأ ببعض الاحداث. لاحظ ان انت بتتكلم في مجال التاريخ، التاريخ كمعرفة مش بيتصنف حتى كعلم اجتماعي او انساني. احنا عندنا في كليه الاداب دلوقتي بتاع 17 قسم ولا حاجه، فيهم قسم واحد مع انها كليه العلوم الانسانيه، هي اسمها الاداب بس هي كليه العلوم الانسانيه، فيهم قسم واحد وقسم التاريخ اللي موجود في اي كليه اداب او علوم انسانيه، ده مش تابع له، هو اقرب حاجه، لكن علم التاريخ لا يصنف كعلم. لان انت علشان تقول ان انت عندك علم سواء طبيعي او اجتماعي، اجتماعي ده انا اضم كل الشعب الادبيه اللي احنا بنسميها كده في مصر، لازم يبقى عندك فرضيات انت بتحقق فيها هل هي صحيحه ولا لا، ايه نسبه الخطا فيها، لو في دليل على خطاها هتبقى غلط خلاص انتهت، لو في ما يعززها ومفيش ما ينقضها ما يهدمها يعني، فانت بتعتمد على هذه الاطروحه للتفسير حتى ياتي جديد. دي منهجيه العلم اللي بيشتغل بيها سواء في علوم اجتماعيه سواء في علوم الطبيعيه، التفاصيل بتختلف بعد كده، انما التاريخ ما عندوش فرضيات عايز يعملها، هو عايز يعرف ايه اللي حصل فعلا، وبالتالي البحث فيه يختلف جذريا من الناحيه المنهجيه. هو بيصنف ايه التاريخ؟ هي طبعا اشكاليه موجوده في فلسفه العلوم من اوائل الاشكاليات اللي انا درستها عن نفسي في فلسفه العلوم. لكن هو بيصنف كمعرفه يعني، انت بتعرف اللي حصل، اه دي معرفه مهمه برضه، يهمنا نعرف ايه اللي حصل فعلا. فاذا تجاوزنا النقطه دي ورجعنا بس الموضوع للمقارنه مع ديانه كبرى واسعة الانتشار زي المسيحية، هنجد ان يعني انا رأيي ان المسيحية انا رأيي ان المسيحية، وخدوا الكلام ده انه كلام كأنه طبيب بيوصف حالة قدامه، كان خد الموضوع ان هو موضوع كأنه بيتكلم انسان آلي يعني، ان المسيحية تعتبر توفيت اكلينيكيا في عصر النهضة. اللي حصل بعد كده ده مجرد كلام على البطاقة، مفيش مسيحية بمعنى مسيحية. ده يختلف كتير عن الإسلام، يختلف كتير جدا عن الإسلام. المسلمين لغاية النهاردة مش مسألة إن الشريعة بتطبق ولا لأ، ده حاجة اللي هو الظاهر يعني، اللي هم حد عايز يتمنظر إن هو دولة إسلامية ولا بتاع فبيعمل ده، وكده كده عمرها ما اتطبقت بالمعنى يعني اللي الناس متخيلاه، لأن مفيش أدلة إنها اتطبقت بالمعنى ده يعني، بالعكس الأدلة اللي موجودة إنها ما اتطبقتش. فإذا يعني فرضنا المسلمين في سلوكهم اليومي، الدين حاضر عندهم في سلوكهم اليومي، يعني اقصد يعني المسلمين اللي هم اللي بيتكتب له مسلم في البطاقه وهو ما يعرفش حاجه عن الاسلام ولا عن العلوم الاسلاميه يعني ولا حاجه، ده كتير جدا، واغلب المسلمين كده بيشتغلوا في وظائف تانيه تخصصات تانيه، او انه ما اتعلمش ما خدش تعليم كويس ولا حتى ممكن يعرف يقرا، لكن الدين حاضر اللي هو اتعلمه ده حاضر في دماغه وحاضر في تصرفاته. انا عارف ان المسيحيين في مصر واليهود في مصر ومش عارف ايه في مصر عندهم لسه الديانه وعندهم لسه الحضور والكلام ده، بس كأقليات
أقليات صغيرة جدا بالنسبة للمسيحية وللإسلام. طيب العدد الكبير ده من المسيحيين اللي هم في العالم كله ده، طب ما ده انتشار كبير برضو. يعني الإسلام صحيح بيصنف أنه أسرع الديانات انتشارا وأصغر الديانات الكبرى عمرا، ومع ذلك حقق الانتشار السريع ده. أنتوا عارفين الانتشار ده حصل في نفس الـ يعني إيه الرقعة الجغرافية تقريبا اللي حصل فيها ما يعرف بالفتوحات. يعني هي كان ليها دور في يعني توسيع دائرة الإسلام، ونفس اللي حصل في أوروبا لما تلاقي قارة كاملة اللي هي أمريكا الجنوبية كاثوليكية. أنت بتتكلم عن ده استعمار قارة، فهو الاستعمار برضو نشر الديانة. واحد يقول لي طب هو نشر الديانة ازاي وانت بتقول انها ماتت اكلينيكيا في عصر النهضة؟ يعني هقول لكم ماتت اكلينيكيا، بس كمل النقطة دي. هو ما كانش بينشر الديانة، هو كان بينشر ثلاث حاجات، منهم ما يتعلق بالديانة. ملك لا يحكم، ملك لا يحكم زي عندنا في مصر كده، ورئيس إذا كان في بلد لا يشرع، عامل فصل بين السلطة. أصل خلي بالك الديمقراطية أنسب للمستعمر. أنت لو مستعمر ذكي هتعمل ديمقراطية مش هتعمل ديكتاتورية. لو عملت ديكتاتورية هتركز القوة، أنت عايز تفتت القوة، فالديمقراطية بصالحك. مش الديمقراطية تجيب استعمار، لا بالعكس، أنت لو عندك ديمقراطية حقيقية هتقدر تصد الاستعمار لو في استعمار، وموقفها يبقى قوي قدام دول العالم كلها. لكن أنا بتكلم عن حالة لو في استعمار فعلا هو عايز يعمل إيه، فالأفضل إن هو يدعم. مش كل استعمار عمل كده، بس الاستعمار الإنجليزي في أحيان كتير عمل كده. ملك لا يحكم، رئيس لا يشرع، وإله لا يعبد. لأن أنت شوف بعد كده سلوك هؤلاء المسيحيين اللي هم في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية داخل فيها كاثوليك كتير برضو، فيها بروتستانت كتير، إنما فيها كاثوليك بالإضافة للبروتستانت يعني. بس إحنا بشكل أساسي بنتكلم عن ظاهرة كاثوليكية في الكلام ده. يعني كلام عن المسيحية باعتبار إن المسيحيين الشرقيين أقليات إذا ما قورنت بعدد المسيحيين وعدد المسلمين. لكن فهي أصبحت في الغرب ميتة إكلينيكية. ممكن تشوف ده غلط، تشوف ده صح، ده حر، مش دي قضيتي. وفي الشرق عاشت ولكن كأقليات صغيرة جدا، بسبب إن الشرق عموما لسه الدين في حاضر، مش بسبب ميزة معينة في المسيحية الشرقية. وإلا أقول لك كذلك إيه، إن في نفس الميزة موجودة في كل الديانات اللي هي موجودة شرقا وغربا. طب ليه ما عملتش الميزة دي هناك؟ في ما قدرتش إنها تنتشر هناك يعني. ليه لم ينظر لها يعني رواد عصر النهضة لصورة من المسيحية تكون أفضل؟ لا، هو حصل تحولات الإصلاح الديني حصلت، وبسبب إن هو أنت شفت. بص أنت لو عايز تسمع، تسمع مش تقرأ، الشعر اللي كتبوه جوليارد، جوليارد دول مجموعة من الرهبان الشعراء، رهبان مسيحيين كاثوليك وشعراء وفنانين بشكل عام، الكلام اللي كتبوه ضد الدين، ضد ربنا، وضد القيم الدينية، وضد الكنيسة، ضد الكاثوليكية. تسمع كارمينا بورانا اللي هو العمل الكانتاتا كارمينا بورانا اللي هو ألفها الموسيقار الألماني النازي كارل أوف لصالح أو بتكليف من الحزب النازي، بتكليف من قيادة الرايخ الثالث، فألف هذا العمل ليكون تعبيرا عن الرايخ الثالث. شايفين عقيدة الرايخ الثالث كان إزاي؟ شتيمة. عشان مثلا أصلا بتكلم المرة اللي فاتت فيها أحد الزملاء قال لي إن ألمانيا استعملت الصليب المعقوف كصليب مسيحي. الصليب المعقوف ملوش أي علاقة بالمسيحية، ده رمز آري زي ما قلنا، رمز قومي آري ملوش علاقة. لا، هي النازية كانت بتحاول تعمل دين جديد مختلف تماما، وفي وثائق تثبت ده عند هيملر وغير هيملر يعني من قيادات النازية المعروفة. فهم كانوا شمال. لكن هم طب ليه حصل ليه لجوليارد وغير جوليارد؟ طب تكفيرهم طبعا ومنعوهم من الغناء في الكنيسة أو ممارسة أنشطة والكلام ده. فهم ما كانوش بس الكلام اللي حصل في القرن ال 13 بالذات اللي هو ذروة نضج اللاهوت الكاثوليكي الدومينيكاني بالمناسبة يعني. ففي نفس الوقت حصل، تشوف التناقضات التاريخية عاملة ازاي وشوف نتائجها. حصل ثورة على الكنيسة بسبب ايه؟ بسبب فشل الحملات الصليبية الشرقية اللي هي في الشرق الأوسط اللي احنا نعرفها. الحملات الصليبية اللي عملوها الكاثوليك كتيرة جدا، بعضها كان موجه ضد المسيحيين نفسهم، اللي هي الحملة الرابعة راحت احتلت القسطنطينية مرتين في حملة واحدة ودمرتها بالكامل، وبعدها 200 سنة العثمانيين قدروا ان هم يهزموها ويحتلوها وكلام من ده بعد ما دمرت طبعا وضاع فيها تراث ضخم جدا. فهم هم شافوا طبعا الكنيسة بتعمل كده. مو حاجة من اتنين، يا اما المؤسسة الدينية اقصد يعني مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية، يا اما المؤسسة غير مسيحية. الكلام ده بقى يبقى اللي هو ماسك المؤسسة مش مسيحي بقى،
ما هو لا يمكن المسيح يتجسد ويعاني ودي ادم كله الكلام ده كله اللي في الكتاب الكلام ده كله وبعد كده تدخلنا حروب اتهزمنا فيها واتبهدلنا فيها وقتلنا غيرنا ثم دخل القدس قتلوا فيها المسيحيين والمسلمين واليهود ده كلام موثق ومعروف من المصادر الغربيه كلها يعني تاريخيه فبالتالي يا اما المؤسسه مش مسيحيه يا اما المسيحيه غير مؤسسه يا اما في غلط في المؤسسه يا اما في غلط في المسيحيه وفي كتير شافوا ان في غلط في المسيحيه وفي الدين خلي بالك الملحد عاده او اللي بيبقى لا دين اللي بيصور على الدين هو في الواقع بيطلع من الدين بتاعه برضه يعني ايه يعني هتلاقي ان وهو مش هيطلع من الدين المسيحي يصور عليه وبعدين يشوف دين تاني افضل بيحصل بس ده نادرا لما بيحصل اللي بيحصل عاده ان انت بتبقى مسلم مثلا يعني وانت غالبا ما تعرفش غير هو الدين بتاعك غالبا يعني انت ما انتش عارف الاديان التانية اصلا او انت تخصصك مختلف وما عندكش الوقت ما حدش عنده الوقت يشوف كل وجهات النظر الموجوده يعني فانت بتسيبها كلها الحل اللي عندك تسيب الدين خالص انت جربت بقى في حياتك فخلاص فانت تركت الدين خالص فده اول تيار نشا التيار اللي ظهر في اوروبا بعد الحروب الصليبيه اللي هي اساس تطور الحضاره الغربيه اللي احنا عرفها فعلا لانها اضعفت مكانه الكنيسه اللي هي كان ليها دور سياسي معلن الكلام ده ما كانش ليها تاثير على السياسه ولا يختلف عن المؤسسه الدينيه عندنا في مصر او في الدول الاسلاميه المؤسسه الدينيه في الدول المسلمه اللي فيها اغلبيات مسلمه هي بتكون قفاز للدوله بالمعنى السياسي هي غالبا هي ضلع مهم من اضلاع الدوله طبعا السيطره على الناس وكده انما هو ده دورها هي ما بتحكمش حكم ذاتي يعني ولا حاجه غير يعني في حاجات وظائف بسيطه انما هي بتستعمل من قبل الدوله طول الوقت كده طول الوقت كده في ناس عندها اوهام تتعلق بهارون الرشيد واوهام تتعلق بالمأمون اذا كان معتزلي او مفكر ولا حاجات زي كده لا ما كانش الديانه في الاسلام ما شفناش اي ادله على ان الديانه كانت بتحكم وما فيش حاجه اسمها دوله اسلاميه بمعنى بتحكمها الشريعه ده ما حصلش ما فيش حاجه زي كده اللي حصل ان فيه انظمه بتعلن نفسها كأنظمة إسلامية زي ما بنحصل ما شفنا في فكرة الجماعات الإسلامية اللي ظهرت دي يعني زي ما شفنا اللي حصل في الثورة الإيرانية في 79 اللي حصل ده يعتبر ظاهرة جديدة على الإسلام احنا لو عندنا واحد عايش عمر 1400 سنة وبعدين جه شاف اللي حصل في النص الثاني من القرن العشرين ده وبتاع من حركات إسلامية كتيرة وبعضها وصل السلطة بعضها ما وصلش الكلام ده هيندهش يقول ايه ده انا اول مرة اشوف حاجة زي كده ليه ما كانش في حركات إسلامية زمان حركات اسلاميه اسلام سياسي وكلام من ده زمان لان كان في خلاف فساعتها لو انت عندك اسلام سياسي لو انت عندك جماعه اخوان مسلمين لو انت عملت جماعه اخوان مسلمين عندك في وقت وجود الخليفه العثماني انت كده بتنشق على الخليفه لان انت كده بتضعف الدوله فانت لو عملت جماعه اسلام انت بتبقى خايل للدين مش خايل للدوله بس انت طول ما في خلافه لكن لما تشيل الخلافه ده كان من اهم الاعمال التدميريه اللي حصلت للمجتمعات المسلمه اللي ادت لنشاه الاسلام السياسي لان الخلافه في تركيا قبل الغائها على ايدي القوميين الترك بزعامه مصطفى كمال كانت اقرب الى ملك لا يحكم فعلا كانت اقرب لملكيه دستوريه ووصلت للمرحله دي طب ما تسيبها كده تم فيها الفصل تم فيها الفصل بين السلطات الوضع ده مش بيستمر وردي طول الوقت بس هيتطور احنا كان عندنا في مصر كده الملك الاول كان بيحكم كل حاجه بيملك كل حاجه بعد كده لما جه الانجليز وعملنا حياه ديمقراطيه اللي كنا بنطالب بيها قبل الانجليز برضه عادي الملك احيانا تحكم في السلطه تحكم في الاحزاب احيانا لا اعترض على الدستور الدستور قيده حاجات زي كده يعني دستور 23 لا يبيح للملك اعلان الحرب الا برجوع البرلمان مثلا يعني حاجات زي كده وده ما كانش موجود قبلها ففي قدر من من تحسين الاوضاع كان حصل فعلا انما انت لما لغيت الخلافه طلع لك 100 واحد عايز يبقى خليفه والكلام بقى الكلام طبعا انا عارف ان الكلام بتاع الخلافه كلام اطفال وربما لا يليق بمجلسكم يعني انما لاحظ ان في ناس بتصدق الكلام ده لازم في ناس كتيره بتصدق الكلام وبالذات قبل ثوره يناير كان الوضع ده موجود اكتر يعني في الجامعه فهو طبعا يعني احنا علشان نشوف تاثير ديانه كبرى زي المسيحيه والكاثوليكيه فيها بالذات لان من عدد كبير من اهم انجازات هذه الديانه كثقافه كانت لان تجدها الكنيسه الكاثوليكيه فعلا اللاهوت الكاثوليكي واحد من اكبر واهم الانساق اللي انا عن نفسي درستها الاكويني والبرت الاكبر وسيجر دوبرابول وسيجر برابانتي اللي بنسميه كده وغيرهم يعني مثلا هو من اهم الانجازات الفلسفيه اللي اتعملت وبعضهم زي توماس الاكويني دعم تصور ارسطو عن العالم في نقط كثيره وده ادى لتطور العلم برضه بس زي ما قلت لك
التطور مش لازم يكون من نفس النوع، هيكون ممكن من نفس الدرجة لكن مش من نفس النوع. مش معنى ان انت مثلا عملت ديكتاتورية قوية جدا ان بعد كده النظام اللي هيجي بعدك هيبقى ديكتاتوري، لا، ممكن يجي بعدك يبقى ديمقراطي جدا، بس برضو يعتبر النتيجة ليك انت كرد فعل. فالنقائد مش معناها انقطاعات تاريخية، انما ديانة زي المسيحية انقطعت تاريخيا، اولا في الغرب، في الحضارة الغربية اللي احنا نعرفها اللي هي بتضم الامريكتين واستراليا مع اوروبا، بالإضافة لروسيا لجزء منها في آسيا، والبعض بيضم اليابان وكوريا الجنوبية اللي فيها كاثوليك برضو بالمناسبة كوريا الجنوبية. لكن بغض النظر عن التقسيمة دي، يعني أنت بتتكلم عدد ضخم جدا من السكان ودول كتيرة جدا، ومع ذلك هتجد أن الديانة المسيحية لم تعد ديانة بالمعنى اللي كان موجود. إحنا عارفين الديانة المسيحية لو يعني بطول التاريخ أن هي الكنيسة موجودة مركزية متحكمة، مفيش حاجة اسمها ان انت ليك خلاص فردي وكلام من ده، يقصد يعني خلاص معتمد عليك انت وكلام من ده، مفيش. واللي مش فيه معنى الكنيسة بقى، يعني الكنيسة مفهوم مش مجرد مكان انت بتصلي فيه، ده ما مش كده خالص، مش كده. انت ممكن تصلي في الشارع، انت حر كمسلم، ان بالنسبة للمسيحيين موضوع الكنيسة ده حاجة تانية، ده جزء من الوحي، ده مكان للوحي. هو المسيحية الوحي فيها ليه جهة وليه جغرافيا وليه تمكن لانه متجسد، انما في الاسلام مفيش. الاسلام ده مجرد نص، نص بس، مفيهوش كنيسه ولا بتاع، لان هو الوحي مجرد فيه. الوحي مجرد كلام بيتقال وتسمعه بس، مفيش وسيله تواصل تانية. انما في المسيحيه في عده وسائل من التواصل، اهمها التجسد، الكتاب المقدس نفسه اللي هو النص، الروح القدس، الكنيسه. انت مش على قطاع المسلم اذا ما كانش بيصلي بيكلم ربنا بيقرا قران فهو بيعتبر نفسه كده منقطع عن ربنا، بقى كتير منقطع عن ربنا وكلام. المسيحي حياته مختلف، المسيحي مش بينظر لربنا قطعا بسبب اختلاف طبيعه الوحي بين الديانتين. لازم نفرق ان في اختلاف في طبيعه الوحي، عشان يجي حد يقول لك اصل هم عندهم مش عارف كذا متحرف. طبعا الكلام ده كلام في تفاصيل كتير مش هناخد فيها، انما المساله مش في التحريف، هم بيتعبدوا بالكتاب اللي هو مترجم، ومترجم عن لغات، عده لغات. يعني هو المسيحي كان المسيح نفسه السيد المسيح كان بيتكلم لاتيني ويوناني، يوناني قديم، ما فيش الكلام ده، يعني هو حتى كلامه هو مترجم. فبطبيعه الحال لان مش وسيله التواصل الوحيده هي النص، فانت لما تقول له متحرف بتاع ده كلام ما يفرقش، مش ده الكلام اللي يؤدي. مشكله المسيحيه كانت مشكله ان المسيحيين خلاص مش عايزين الكنيسه مره تانية، وده جزء اساسي في الديانه، تصور الكاثوليكيه الشامله عن الديانه، شموليه الديانه. وبالتالي بسبب فشل الحروب الصليبيه اللي كان فشل مدمر، بتتكلم 200 سنه من الحروب في الشرق الاوسط لوحده، بالاضافه الى حملات صليبيه كتيره على شمال افريقيا وعلى اوروبا نفسها، اوروبا الشرقيه نفسها، وحاجات زي كده احنا ما بنسمعش عنها، احنا بنسمع عن السبعه بس اللي كانوا عندنا، انما كان في قبلهم وفي بعدهم كتير برضو، ومعظم الكلام ده فشل، ومعظم الكلام ده كان مدمر، هم شايفين نفسهم لا يبقى في حاجه غلط، يعني المسيحيه غلط. فحصل هذا التفاعل، ناس الحدت او اصبحت لا دينيه، ده نسميه التيار اللاديني، وفي ناس فضلت على الاعتقاد بتاعه بتدافع عنه ومش عارف ايه، بفضلوا موجودين حتى لغايه النهارده، بس دول كانوا الطرف الاضعف في المعادله بالمناسبه. والطرف الثالث واللي هو كان ليه انتصار كبير كان طب ما احنا نحاول نوفق بين التصورين، ممكن نفضل مسيحيين بس من غير كنيسه. ونشا هنا التصور البروتستانتي، والتصورات دي قلت لكم تم اعتمادها وتم نشرها وانتشرت لاسباب كثيره، مش كلها اسباب نظريه، بعضها اسباب نظريه، بعضها اسباب ماديه اجتماعيه، زي بعضها اسباب شخصيه، زي ما قلت لكم حادثه او وقعه هنري الثامن اللي هي متفرده وغريبه في التاريخ يعني. طيب ايه اللي يخلي دين معين يكون ليه التاثير على التاريخ لدرجه ان هو يصنع التاريخ اللي بعده؟ يعني احنا قلنا يعني انا في اعتقادي المسيحيه، وده مش بعتبره شيء كويس، مش بقول انها ماتت الحمد لله، لا، ماتت الله يرحمها. ليه بقى؟ بسبب الانجازات دي، بس هي الفكره فيها ان هي ازاي ماتت، وده حصل امتى، وايه اللي حصل في الاسلام، ايه اللي حصل في الدول المسلمه لم يؤدي لموت الاسلام. يعني الخلافه الاسلاميه ما هو الغيط، والثوره على الكنيسه في اوروبا حصلت، ليه ما حصلش في الاسلام زي ما حصل في اوروبا؟ وتركيا نفسها اصبحت دوله علمانيه راديكاليه، دوله علمانيه عسكريه، وفضلت كده لغايه فتره قريبه، بس مع ذلك الاسلام عاش كدين برضه في وسط الناس، كدين مش مجرد كلام على البطاقه ووصف يعني تصور متافيزيقي كده احنا مالناش دعوه بيه وكلام. ايه السبب؟ الطريقه والموقف اللي تم فيه الغاء الخلافه. الخلافة الإسلامية لم تلغى بثورة عليها من المسلمين،
ده ما حصلش. ده حصل تعاقب الحرب العالميه الاولى بسبب هزيمه تركيا اللي هي بيسموها في الوقت ده الامبراطوريه العثمانيه، ان هي راحت في صف انجلترا، صف اللي هو الدول المركز، قوى المركز اللي هي سنترال باورز اللي هي المانيا وكانت الرايخ الثاني في الوقت ده، والامبراطوريه النمساويه المجاريه، فاتحدت معاهم ضد روسيا وانجلترا وفرنسا. وانتم عارفين الكوارث اللي حصلت لتركيا ولروسيا. فده لما حصل ادى الى حاله من الفوضى في الدوله، انتصر فيها تيار عسكري قومي ادى الى الغاء الخلافه، لكن ما حصلش ان المسلمين صاروا على الخلافه فلغوها. ده الكلام ما حصلش. ولا صاروا على الخلافه باعتبارها ممثله للدين فلغوا الدين. ده ما حصلش. ما حصلش ان الناس في مصر مثلا اصبحت فيها عدد كبير من اللادينيين وانتشر فيها الالحاد بعد الغاء الخلافه في تركيا. ما حصلش. حصل العكس. نشأت جماعات اسلاميه. بعدها ما فيش 3 4 سنين نشأت الاخوان المسلمين. حصل العكس. الديانه اصبحت اقوى بسبب الطريقه اللي اتلغت بها الخلافه، اللي هم شافوا ان هي طريقه تابعه للاستعمار بشكل او باخر. لان تركيا بعد ما لغت الخلافه تغربت. تركيا الكلام اللغه بتاعتهم نفسها اتغيرت. واحنا اتكلمنا المره كنا بنتكلم عن اهميه اللغه المره اللي فاتت، قواعد المجتمع، الحجاب اتمنع، الناس اتفرض عليها قواعد مختلفه غربيه، المجتمع كله تغرب الى حد ما وهكذا. فالناس التصور اللي بيجي للناس، مش اللي عندي او اللي عندك، التصور اللي بيجي لغالبيه الناس ان ده فعل استعماري، دول لغوا حتى الخلافه بتاعتنا ومش عارف. لغايه النهارده في ناس بتقول كده، مع ان ده ما حصلش. وما لغوش الخلافه، هي اتلغت لاسباب زي ما قلنا انا حاولت اوصفها سريعا يعني. فطبعا يعني كان موقف مختلف، الغاء الخلافه موقف مختلف عن اللي حصل من علمانه الدوله في عصر النهضه وتوابع عصر النهضه يعني. فبالتالي احنا شايفين يعني ازاي ان كل ديانه فيهم اخذت مسار مختلف عن التاني واختلفت عن الديانات الاخرى. الاسلام هو، انا ليه بقول هو واحد على الاقل من اكتر، ان لم يكن هو الاكتر تاثيرا في التاريخ التابع ليه؟ اولا هو قام بمهمه التغيير لوحده الى حد كبير. يعني هذه الاطروحه الاسلاميه دي ظهرت الاول، اللي هي القران دي ظهرت الاول، عملت جماعه صغيره، الجماعه الصغيره دي عملت جماعه اكبر، الجماعه الاكبر دي عملت دوله لاول مره تجمع الجزيره العربيه. وبعدين اصبحت قوه نوعيه. في تسمع كلام يتقال يقول لك ان من مؤرخين برضو، بس مؤرخين له وجهات نظر مختلفه في تاويل الاحداث التاريخيه. المؤرخ لما يقول حدث تاريخي ممكن يقع في غلط عادي. هو امتى رجع له وهو بيثبت الحدث حصل ولا لا؟ التفاصيل حصلت ولا لا؟ ده المهم عند المؤرخ. لما تاويل الاحداث رايه ده راي شخصي ما لهوش علاقه. فبعض المؤرخين يقول لك ان طبعا هم الفرس اتخانقوا مع الروم كتير وقعدوا حرب بعض كتير، فالاثنين ضعفوا، فالعرب قدروا ان هم مش عارف يعملوا. لا، هم كانوا بيلعبوا بالعرب عادي جدا يعني. وكان شويه من العرب معاهم مع ده وشويه من العرب مع ده، وما كانش فيه، وكانوا حافظين على تقسيم الدوله كده، ما كانش فيه. ومن هنا اصبح في ارتباط نفسي وعاطفي كده ما تفهمش مصدره، انما هو ده مصدره في العالم بين العرب وبين الالمان. لدرجه ان تلاقي مؤرخ كبير زي فتحي المسكيني في تونس، دكتور فتحي المسكيني في تونس، بيتكلم عن العلاقه بين العروبه والقوميه الالمانيه، مع ان ده ايه العلاقه بين ده وده؟ هو بيتكلم في التاريخ كله مش في فتره القوميه العربيه. ليه؟ لان ده تقريبا اللي حصل بالنسبه للعرب. العرب توحدوا في ظل وجود قوه من الناحيتين عايزاهم يتفرقوا. ده بالظبط اللي حصل عند في عصر الرايخ الثاني مش الثالث في المانيا. فعشان كده حصل تعاطف تلقائي كده بين هو نفسه بيؤكد على ده، واحد من اهم المترجمين ان لم يكن اهمه حاليا في الفلسفه من اللغه الالمانيه العربيه. اللي ترجم الكينونه والزمان لهايدجر يعني. هتشوف حاجات زي كده. لا هو طبعا كان فعل تاريخي قوي. وده بيحطنا في السؤال الاساسي لهذا الموضوع. حطنا السؤال الاساسي. طبعا في تفاصيل تانية مهمه بس انا شكلي هاجلها. نبقى نتكلم في مقال فيها او نتكلم فيها بعدين، لكن ممكن يعني اقوله دلوقتي. طبعا هو في عاملين اساسيين اثروا على الاسلام، عامل النشاه وعامل التطور، قلتهم فعلا ده مجرد تلخيص يعني. عامل النشاه انه نشا اولا مش دوله تحولت الاسلام، ده حصل في المسيحيه يعني، في دوله امبراطوريه كانت اقوى دوله في العالم في الوقت ده تحولت الى الديانه، انما في الاسلام ده ما حصلش. ده حصل العكس، ده حصل محاربة دول وإسقاط أنظمة كتيرة جدا حصلت في وقت صغير. ده حصل تكوين لدولة. ف
فهم يقول لك ده اللي عمل لنا دولة. في فرق كبير بين الاثنين، لانك انت بعد انت لو صرت على الدولة او لو انت الدولة اللي سقطت في حالة المسيحية، هنا يبقى حصل فيه تضرر كبير من الاحداث الاساسية السيئة عند الكاثوليك اللي حصل طبعا للرومانية الغربية، بس ده تاريخ قديم بالنسبة لهم دلوقتي، غير ان هم خلاص باعوا القضية زي ما قلت. انما هو بعضهم اذا كان يعني متدين، ده من اهم، وسقوط قسطنطينية عند المسيحيين الشرقيين ده يعني الحدث السيء الاساسي في التاريخ يعني. بس عايز اقول لهم طبعا ان الصليبيين اسقطوها مرتين في الحملة الرابعة اللي كانت تستهدف مصر، بتستهدف بلدك يعني، وكانوش هيدعموا مصر كويس ابدا سواء مسلمين فيها او مسيحيين، فهو اللي اسقطها بالفعل كان المسيحيين مش المسلمين يعني. واثر الاستعمار كذلك على التصور، الاسلام تعرض، دول الاسلام تعرضت للاستعمار كعدوان، انما دول المسيحيه غالبه الدول المسيحيه هي اما كانت نتيجه لهذا الاستعمار وكانت على ديانات تانية وثنيه، واما ان هي بالفعل اللي عملت الاستعمار. ممكن حد برضو يرد على الحكايه دي، وده كلام فعلا بيتقال كتير، يقول لك طب ما هو كان في تاريخ الاسلام برضو في مذابح وفي اخبار تاريخيه وثائق بنشوفها عند بعض الرهبان او بعض ايا كان، يقول لك المسلمين لما دخلوا قطعوا وبهدلوا ومش عارف ايه، وكانوا دمويين وذبحوا النساء والاطفال، ما اعرفش حكايه ذبح النساء والاطفال تحديدا، العقده النفسيه اللي عند اي حد بيخش اي مدينه دي، انما يعني في حاجات زي كده بتروى. انا ما اعرفش اذا كان حصل حاجات زي كده او لا، بس من الوارد. انت بتتكلم برضو يعني فروق فرديه كتيره جدا يعني، وما كانش فيه وحي بالكلام ده، ده جزء ملوش علاقه بالقران، القران ما قالش يروح فارس ويحتل فارس ويعمل مش عارف كذا، الكلام ده ما حصلش. واداره الحرب واداره الدوله واضح ان هي لم تكن وحيا الهيا، ولكن في كلام انها وحي الهي، كانت مجرد افعال فرديه. طيب لما نيجي نسال نفسنا بعد كده، طيب الاسلام كان ايه هو الهدف منه؟ انه يبقى دوله؟ وانا اتكلمت اخر نقطه بتكلم فيها علاقته بالدوله، انه يبقى دولة دين ودولة يعني، ان الخلافة تجمع السلطة الزمنية مع السلطة الروحية بيسموها كده احيانا، تجمع الاثنين يعني. البابا النهاردة بتاع الفاتيكان بيحكم اوروبا فعلا، وهو بابا الفاتيكان في نفس الوقت، ولا يبقى زي الفاتيكان النهاردة دولة جوه دولة يعني محاصرة كده على الخريطة علشان تقليل تأثيرها او منع تأثيرها، ده ولا ده؟ هل هو دين ودولة، ولا هو دين بس يقعد في البيت او يقعد في الكنيسة او يقعد في الجامعة؟ انا في الحقيقه مش انا شايفه لا ده ولا ده. الاسلام كل دين له وضع مختلف، والاسلام مش دين بس ومش دين ودوله، هو لا ده ولا ده. انا بقول ان الاسلام حركه تاريخيه. من اهم الاسباب اللي انا بقول علشان هالكلام ده، هو ان الرسول نفسه، الرسول محمد نفسه لم يوصي بجمع المصحف، ما كانش في حاجه في وقت الرسول اسمها مصحف، غير ان هي كلمة اصلا مش عربي، انتوا عارفين هي كلمة حبشية لاخر كلام. لم يوصف جمع المصحف، والخلفاء الاوائل اهمهم ابو بكر في الوقت ده، الكلام ده بدا ايام خلافة ابو بكر الخليفة الاول، رفض الحكاية دي، قال له ما عملش حاجة الرسول ما عملها. وده كلام موجود في كتب علوم القرآن اللي بيدرسها السنة والشيعة، كلام معروف يعني، ما هوش اسرار ما هوش حاجة، بس النهاردة بيتم يعني الايه التغطية على الكلام ده، موجود في تفاسير وموجود في اصول الفقه، موضوع معروف الكلام ده، موضوع معروف. فهو لم يوصف الجمع، وبعد كده هم يحطوا في اشكاليه، هنجمع ايه ولا ايه؟ هنجمع ايه؟ في مصاحف مختلفه، وهنجمع ازاي؟ ومين اللي هيجمع؟ وهنعمل ايه في النسخ الموجوده؟ وازاي هننشر الكلام ده نوحده يعني؟ ازاي هنوحد مصحف؟ هنعمل ده ازاي؟ المفروض انها مساله ايمانيه يعني فرديه، مش بتقومش بيها الدوله، فالدوله بدات تقوم بقى بدور بقى ايه؟ بدور اللي هو ايه؟ بدور الدين، دور الدين ده معناه ان هي هتعمل ده ليه؟ مجانا؟ مش فيها على الاقل مصاريف في ده يعني؟ هي بتعمل ده لمصلحتها الشخصيه، لأسباب تتعلق بإدارتها للدولة، إن هي تحاول إنها تستعمل الدين للتنظيم الاجتماعي المجاني، إن أنت هتقدر بعد كده تنظم الناس بشكل أنت فاهم، أنت فاهم هيعمل أي تأثير. أنتوا عارفين بالظبط زي إيه؟ أنتوا عارفين الإتيكيت؟ يعني اللي بيقرأ الأدب الفرنسي مثلا هيلاقيه مليان إتيكيت، والكلام ده كان مهم جدا، اللي هي قواعد الإتيكيت، يقول لك مثلا موجود في حكومات ملكيه كتيره في انجلترا مثلا، يقول لك ايه سومرست موم، ده اديب انجليزي مشهور قوي، يقول لك انه احتقر شخص، يقول لك ده شخص حقير. ليه؟ لانه ما كانش لابس الشوز بتاعه وهو بيتعشى. يعني انت لازم تلبس بدله والشوز وبتاعه وانت بتتعشى، ده في انجلترا في الوقت ده يعني.
ليه بيعملوا كده؟ ان الحكومات الملكيه بتعمل، الارستقراطيه دي بتعمل كده عشان تعمل نوع من الترطيبيه المجانيه، يعني مش محتاجه انظم الناس، هم كده خلاص اللي لابسين كذا وعندهم اتيكيت وبتاع دول من الطبقه بتاعتنا، اتيكيت اقل شويه دول من طبقه ثانيه، نبقى عارفين هم ماشيين في الشارع. فهو كان الهدف دايما عندك وسائل تنظيم، مش دي بس، عندك وسائل تنظيم اجتماعي كتيره. هو استعمل ده، الحكومات استعملت ده، والا ليه هي دخلت؟ انت مالك بالمصحف في اتنشر؟ انت مالك؟ يعني دي حاجه بتاعت ربنا، مش ربنا قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون؟ انت مالك تعمل انت ليه مصحف؟ انت هنا بدات ايه؟ يبقى في سؤال هنا، انت كده طرحت سؤال على، اصبحت موضع سؤال انك عملت حاجه زي كده بغض النظر عن الاجابه، حتى لو مش مقتنع بالاجابه بتاعتي، بس دي حاجه لازم تفكر فيها. انا رايي ان ده حصل بسبب محاوله حوكمه المجتمع، مش ان الاسلام نشا نشاه سياسيه. لا، مفيش حاجه اسمها دين بينشا نشاه مكان، يعني الدين ده إذا كنا بنتكلم عن دين بمعنى دين، ده بيرتبط بأهداف وجودية عند الإنسان وإيمان حقيقي، مبقاش مجرد كلام واحد قاله خلاص. لا، بعد كده الكلام ده حتى لو هو كلام إحنا اللي عملناه تحول لدين بعد إيه 20 سنة ولا حاجة ربما، لو الكلام ده أنا هتفصل عن الموضوع، أنا هتفصل عن الموضوع، يقول لك ده كريم الصلاة هو قال الكلام ده مش ربنا، ما إحنا عارفين، بس هو آمن بيه، هو بيشكل عنده، هو كريم الصلاة بيشكل عنده يعني حاجة أكبر من كريم صلى نفسه وهو شايفها. فيبدو إن في كتير كمان من الأنبياء اللي هم مثلا زي بوذا اللي هم يعني بيعتبروا أنبياء أو زرادشت أو حاجات زي كده، ما كانوش شايفين نفسهم أنبياء أصلا، ولا هم دريانين بالكلام ده خالص، ولا متوقعين. يعني ده بيحصل لنا يوميا يعني، اللي هي ظنون المبالغ فيها. فختاما خالص يعني، فمعنى الإسلام كحركة تاريخية هو مش هيسيب، أنا خلي بالك أنا في أول عرفت الإسلام كمصحف، قلت أنا هعتمد على المصحف في تعريف الإسلام، هو ده اللي أنا هعتمد عليه. إنما حتى هذا المصحف لم يوصف جامعه، مش هو جامع، ده هو ما جمعوش ولا أوصف جامعه، مع إنه كان ممكن يجمعه بنفسه، ممكن بيتكتب في وقته عادي، كان ممكن يجمعه ويختم عليه بالختم بتاعه اللي هو ختم الأسود ده له محمد رسول الله، فنعرف إن ده مصحف الرسول نفسه. النهارده حتى مش لاقي مصحف عثمان، ده مصحف لإنام، وده بالفعل مطابق للمصحف العثماني اللي معانا، بيعود للخمسين سنة الأولى من الهجرة. مفيش أقدم من كده وصلنا له. طبعا يهمنا نوصل لأقدم يعني، بس احنا ما وصلناش لأقدم من كده، اللي هي المصحف اللي قبل عثمان. فدي لا مش لاقينا، ولا مصحف عثمان نفسه لاقينا برغم الادعاءات اللي بتحصل كل يوم. ده أقدم مصحف بالبحث في الإيه؟ في القصة دي كلها. فحتى هذا المصحف هو لم يوصف جامعة. طب هو كان قاصد إيه؟ كان قاصد إنه يشكل دولة اللي هو عملها، الدولة اللي هي شبه الجزيرة دي يعني؟ لا، احنا شفنا ازاي ان هي، شفنا ازاي ان هذه الدولة تكونت كرد فعل. الدولة دي كلها تكونت كردود افعال. ما حصلش ان كان في خطة استراتيجية احنا عايزين نحكم وعايزين نعمل، ما شفناش اي حاجة زي كده. ومش بالضرورة ده يكون موجود. غالبا ما فيش حاجة زي كده. غالبا الدول الامبراطورات بتتكون نتيجة صراعات بتضطرها ان هي تواجه. زي ما حصل في اليابان. بيحاكموا قادة اليابان الامريكان يعني، بيحاكموا قادة اليابان على المذابح اللي عملوها في الحرب العالمية الثانية، في الواقع قبل حتى الحرب العالمية الثانية بكام سنة، من بداية من سنة 32 في الصين، عملوا مذابح ضخمة جدا أقوى من النازيين بمراحل، أسوأ من النازيين بمراحل. فقالوا لهم أنتم حصرتونا واضطرتونا نفتح أسواقنا برغم إن إحنا منتجاتنا لا تنافس ومش عارف كذا، فإحنا اضطرينا نتحول لدولة استعمارية وإن إحنا نحارب الناس زي ما أنتم حاربتوا الناس وكده، أنتم اضطرتونا لده، حاجات زي كده. الدول بتتكون بالطريقة، وهي كانت دولة إمبراطورية، إمبراطورية اليابان دي دولة ضخمة جدا، أكبر من ألمانيا النازية، من ضعف ألمانيا النازية في المساحة، الريال راخي الثالث يعني. ده اللي بيحصل عادة يعني، مفيش استراتيجية ان انا اعمل امبراطورية وكلام من ده، ده كلام ما اظنش حتى كان موجود عند الاسكندر يعني، وان كان قد يوجد لكن غالبا مفيش حاجة زي كده. فان الاسلام يكون هو نشأ كسياسة، هو مش نشأ، هو تم استغلاله، وده طبيعي، هيتم استغلال الاسلام وهيتم استغلالك واستغلالي عادي من اي قوة قادرة على الاستغلال او ذكية في الاستغلال، ممكن كلامك اي كلام يستغل، مش بالضرورة دين معين، لكن الدين من اهم المقدسات، من اهم اماكن الاستغلال يعني. ما هو غصب دي، شفتوا لما انا حركت الازازه كده عودا على بدء يعني، لما انا حركتها كده في اول الندوه عشان اشرح لكم معنى الصيوره او معنى نمط الحركه، وهو عمل كده، هو ده يرتبط كذلك بقضيه او بمعنى كفاح محمد اللي فيكم شاف الندوه اللي فاتت كانت بعنوان كفاح محمد يعني، فيها شويه تفاصيل اكتر بكتير. هو مش قاصد ان هو يعمل ما نعرفه عن الاسلام وعن الدوله الاسلاميه، هو اصلا يحرك التاريخ بدل من كده، هو اصلا يحركه في مسار تاني، في مسار مختلف، لان الدوله دي هي عليه يوم وتسقط وسقطت فعلا وقامت غيرها في نفس المنطقه بتاعت الجزيره وسقطت تاني وهكذا.
فانت مش بتتكلم عن دولة معينة، انت بتتكلم عن مسار معين في التاريخ. وفي نفس الوقت هذه الديانة اللي هي الاسلام يعني هيكون لها تأثير على الدولة، والدولة هيكون لها تأثير عليها، وهتستغل بشكل معين، وهتحقق بعض النتائج وبعض الاثار المهمة وهكذا. الموجود لغاية النهاردة برضو ده كان الاسلام هنا، كان انا في رأيي كان محاولة لتحريك التاريخ في مسار معين. هل ده كان مقصود عند محمد؟ يعني هل معاد ده كان، هل هو كان جزء من الوحي؟ هو مفيش حاجة مفناش ده قوي يعني، ممكن يكون عبر عنها في القرآن بشكل مختلف، ما اعرفش. انا تصوري الاساسي اللي حاولت اختبره في هذه الندوة هو الاسلام بما هو حركة تاريخية. الاسلام مش مجرد مصحف، الاسلام مش مجرد عقائد الناس بتؤمن بيها. وانا دقيق في الكلام ده، مش من سيتش اللي انا قلته في الاول، انا قلت في الاول اعتمد على المصحف عشان هو المشترك، لكن ما قلتش ان هو ده الاسلام. انا بقصد ده اللي اقدر اعتمد عليه، انما اكيد مش الاسلام مش هو المصحف، لانه حتى ما اوصاش بجمعه بكل اللي فيه، برغم ان هو الوحي الوحيد عند المسلمين، الوحي الوحيد الموثوق فيه عند المسلمين والمتفق عليه بين المسلمين، حتى ده ما وصلش بجمعه، وبالتالي لم يكن هذا هو الهدف، لم يكن الهدف هو الدولة، وإنما الهدف كان التاريخ. والإسلام واحد من المذاهب، لو بنتكلم عن المذاهب كلها علمانية ودينية وبتاع، كان واحد من المذاهب. طبعا هو قدم فلسفة للتاريخ زي ما قدمتها اليهودية والمسيحية، هي تقريبا نفس الدراما. وفي مذاهب دينية كتير قدمت برضه، وفي مذاهب علمانية قدمت برضه فلسفة للتاريخ كلها. إنما الإسلام كان من الديانات القليلة التي استهدفت التاريخ بما نعرفه إحنا عن التاريخ، مش كلام متافيزيقي، استهدفت التاريخ الاجتماعي السياسي فعلا، ان اتحركوا في مسار معين ولم تكن مجرد عقائد وايمانيات وكلام من ده. وافتكر دي محاوله مني لحل هذا الاشتباك بين الاسلام دين ودوله ولا دين بس. انا شايف ان هو لم يكن لا زي لا هذا ولا ذاك، وانما كان فعلا تاريخيا. اشكركم على هذا الانتباه طول الندوه، واعتذر اذا كان في اطاله او ملل، وشكرا جميعا لكم. يا بنشكر ضيفنا على هذا الطرح الهام، وبنفتح باب الأسئلة. سؤالين. السؤال الأول، إذا ما كانش الإسلام عايز يعمل دولة، أمال الشريعة اللي جاء، أنا بتكلم على الأحكام الشرعية، التنظيمات الجنائية والمدنية اللي جي بيها، ده كان مفروض مين اللي هيطبقها؟ مش لازم حاجة لها شكل الدولة عشان تطبق الكلام ده. السؤال الثاني، هل يعني أن الرسول لم يأمر بجمع المصحف؟ ألا يتم جمع المصحف، لأن جمع المصحف ده هيبقى بعد كده دستور لدولة؟ في الرسول كان مجتمع بيحفظ، ما كانش مجتمع بيكتب، فممكن يكون هو ده اللي خلى الرسول ما يجمعش المصحف. أوكي. لأن المجتمع كان مجتمع شفهي. أوكي. في واحد فيهم كان جزء من الندوة الأساسية، أنا اختصرته للوقت يعني. بالنسبة للتشريعات، طيب هو القرآن في شريعة وفي أوامر محددة، بعضها مقيد بوقتها أو على ناس معينة، وبعضها مش مقيد. مو في تعرفين في أصول الفقه حاجة، في علم اسمه أصول الفقه، هرجع له تاني العلم ده، في المطلق والمقيد. من أهم المقولات اللي فيه، هل الحكم ده مقيد؟ في أحكام كتيرة مطلقة مش مقيدة. طيب ما هو إزاي ما كانش مقصودة إنها تستمر؟ يعني هو عملها ليه طالما إن هو السؤال؟ بس سؤال المهندس بيقول إيه؟ هو قايم على فكرة إن لو في حاجة مش هتستمر فهو ليه كتبها؟ ليه دعا الناس ليها؟ ليه ربنا أوحى بيها؟ أنا أقصد كده، ما هو سؤال منطقي صحيح، بس خلي بالنا برضو إن في آلية في علم أصول الفقه نفسه لتغيير هذه الأحكام ولا إبطالها. وفي حاجة في القرآن نفسه اسمها الناسخ والمنسوخ. أنا عن نفسي اتكلمنا في ندوة كانت عن الجبري وبيعرض المرزوقي، ممكن نتكلم عن تفسير القرآن بين الجبري وبيعرض المرزوقي من حوالي سنة ونص ولا سنتين كده، سنده مخصصة في التفسير في المغرب العربي يعني. وقلت ان انا مع الرأي القائل ان لم يحدث نسخ في القرآن، نسخ ده ما حصلش، ده كلام لا يوجد عليه اي دليل من القرآن نفسه، ده كلام ناس حاولت انها تحرف بالنص. لكن اغلب علماء المسلمين شايف، اغلب العلماء في مختلف التخصصات الصيام بصول الفقه اللي هو اكتر اختصاصا بهذه المسألة، شايفين ان حصل نسخ في القرآن، بمعنى ان في ايات في القرآن حلت محل ايات تانية لاسباب كتيرة، ايات تحل محل ايات تانية وتلغيها. طبعا تبقى ايات تشريعية، لان النسخ لا يحدث الا في الشرعيات، لا يحدث الا في الشرعيات، ولا يمكن في العقاديات، في العقيدة لا يمكن يحصل نسخ فيها.
علم اصول الفقه فيه اليه تغيير تلك الاحكام، وده علم مسهب وعلم مؤسس عند المسلمين، مش وجهه نظر حد يعني. ده اكبر علوم ممكن تسمع عنهم في الغالب بيكون ليهم كتابين ثلاثه في اصول الفقه من الكتب المؤسسه، وده علم موجود لغايه النهارده. العلم ده فيه نظريه اسمها المقاصد، لما وصل لقمه تطوره العلم ده انتج نظريه اسمها المقاصد. ولو انتم فاكرين في 2012 كنا بنتكلم عن الماده الثانيه في الدستور، فاكرين في الوقت ده كنا بنتخانق على الدستور بتاع 2012 لما في عدد كبير من الاتجاهات السياسيه انسحبت من لجنه اعداد الدستور واصبح الوضع حرج وكان في نقاش كتير. فبعض الناس قالت ايه؟ خلاص ما نقولش ان السلفيين قالوا ايه؟ قالوا احنا عايزين تبقى احكام الشريعه، مش الشريعه، احكام الشريعه. يتم استبدال هذا التعبير بكلمه الشريعه اللي في الماده الثانيه، فالاحكام هتبقى محدده اكتر ومقيده اكتر ويقدروا يستعملوها. والاحكام دي مين اللي هيعملها؟ مين اللي هيفتي فيها؟ هيكون هو نفسه هو اللي يفتي فيها، هتكون سلطه معينه هو يفتي فيها. وان كان ما اظنش هم كانوا ممكن يسيطروا على الازهر يعني على اي حال، والاعداء هم الطبيعيين يعني، اقصد الاسلام السياسي والازهر يعني. لكن على ما اعرفش كانوا هيعملوا ده ازاي، بس على اي حال هم قالوا الاحكام ممكن يكون نوع من المزايده يعني، خلاص مزاد يعني. فجم العلمانيين، بعض العلمانيين كان عندهم حل ذكي يعني. طبعا دول العلمانيين العاقلين في الحياه، وبالمناسبه كان منهم علي مبروك، كان من ضمن الناس اللي طلبوا بتاع علي مبروك. طلبوا بايه؟ قالوا طب ما احنا ما نقولش ان احنا بقى عايزين نلغيها خالص وبتاع ومش عارف كده، لان هم عايزيننا نقول كده، فاحنا نتحط ايه في المأزق ده، والناس كده كده هتبقى معاهم وهم عددهم اكبر وتنظيمهم اكبر، واحنا محتاجين وقت عشان نعمل مجتمع مدني وعشان نعمل مؤسسات مدنيه والكلام، فاحنا خلينا نحاول نناوش قدر الممكن من غير ما نخش في صراع في ضرب يعني. فقالوا ايه؟ بدل الاحكام الشرعيه اللي هي احكام محدده هنستعمل المقاصد. ليه ما تكونش مقاصد الشريعه هي المصدر الاساسي للتشريع او مصدر اساسي للتشريع؟ بدل ما تقول لي احكام الشريعه مصدر للتشريع وما تقول الشريعه، ما قول المقاصد. ليه قالوا كده العلمانيين؟ بعض العلمانيين ليه قالوا كده؟ قالوا كده علشان المقاصد هي المحرك الاساسي للتغير في الشريعه. لما الشريعه يحصل فيها تغير بيكون بسبب المقاصد، سواء كانت نظريه المقاصد مؤسسه في الوقت ده او غير مؤسسه. هي اسست في حدود اللي انا شفته بعد دراسه مسيحيه كبيره لكل تاريخ علم اصول الفقه، اللي انا في الماجستير بتاعي اللي انا شفته، اللي هي الرساله دي منشوره في كتابي اللي هو نظريه الحق، اللي انا شفته ان هي نظريه المقاصد لم تنشا الا في اوائل القرن الخامس الهجري، لكن المبادئ نفسها كانت موجوده. المبادئ نفسها موجوده وبتستعمل، لكن النظريه بشكل مؤسس لم تكن موجوده. لما انا اقول لك احنا عايزين نمنع السرقه فنقطع ايد اللي بيسرق، لو انا قلت لك كده دي الاحكام، هو عايز كده، هو اللي هو ايه السلفي عايز كده، عايزه يعمل كده. ايه هو ليه عايز يعمل كده؟ ما هو مش يقطع ايده، هو يقطع ايدك انت. فالعلماني مش عارف فاهم اللعبه، فهو يقول له المقاصد، انا مسلم زي زيك، او انا بحترم الاسلام حتى انا مش مسلم، بس انا شايف ان الشريعه تحكمها المقاصد، يعني اقصد الاله بهذا التشريع، قصد الاله بهذا التشريع منع السرقه، طب ما نمنع السرقه بطرق ثانيه. ويبقى سي ساعتها وجهات نظر متعدده. نظريه المقاصد خطورتها الاساسيه، مش خطورتها بمعنى سلبي، اقصد فعاليتها الجوهريه لدرجه انها النهارده يا باشمهندس علم مستقل من كتر الاسهاب فيها، تحولت الى علم مستقل لقسم مستقل به في مجمع البحوث في مكه. مجمع البحوث الاسلاميه في مكه في قسم اسمه قسم المقاصد، النهارده ده اصبح مجال مستقل بسبب تضخم البحث فيه. اكبر مجال فيه شغل النهارده في علم اصول الفقه على مستوى العالم، امريكا اوروبا عندنا، هو مجال نظريه المقاصد او علم المقاصد. ليه مهم؟ عشان هو المبدا الاساسي للتحكم في الشريعه. شفت الفكره؟ طبعا هو مفيش فقيه يقول لك كده، ولا يجي شيخ ازهري يقول لك التحكم في الشريعه ده كلام ممكن يؤدي لتكفير واحد. انا بقول ده مجازا يعني، ان هو يقدر ازاي يحكم على التشريع. انت ممكن تطبق القانون بشكل يؤدي لمصائب، فانت طبعا انت همك تمنع المصائب مش تزودها. فده قصد الاله. قصد الاله ايه؟ قصده حياه البشر السعيده الجيده والمؤمنه والكلام ده يعني، مش قصده طبعا ان هو يضرهم يعني. ده بالنسبه فعندك تشريعات وعندك مبادئ تغيير التشريعات، هو عارف ان التشريعات دي حصل فيها تغيير تطبيقا وتنظيرا، حصل. التشريعات دي مرت بمراحل تطور برضو كبيره جدا مع التاريخ كله، حصل فيها تغيير في اضافه وحذف ونسخ واختلاف كتير جدا. انت بتتكلم عن عمليه معقده جدا يا باشمهندس،
فحصل فيها تغييرات، هي نفسها تعرضت تغييرات زي حاجات كتيرة، زي الدولة نفسها تعرضت تغييرات، الدولة المادية تعرضت تغييرات برضه. كل الكلام ده زائل وهيتغير، كل الكلام ده هيتغير. انا عايز اقول ان انا عارف ده مسبقا قبل ما اعمل قانون او ما اعمل عقيدة او اعمل مبدأ، انا عارف انه هيتغير، انا عايز ده، بس عايز تغيير يتم في مسار معين. انا عايز اقول ان الاساس في الاسلام الوعي بالتغير، وقدر ان هو يأثر في التاريخ بناء على وعيه بالتغير، مش الثابت مش الاصل. فانت اذا جاءت الاصل انت كده بتوقف نفسك، وبكده انت بتعمل موت اكلينيكي للاسلام. عايز تعمل كده انت حر يعني، بس ده فعلا هيضرك انت او على الاقل مش على هواك يعني، ما اظنش ده اللي انت عايزه. طيب هل يعني عدم جمع المصحف ان المصحف لم يكن مقصودا؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، اشوف برضو مين اللي بيتكلم. هقول لك لما انا مثلا اقول لك كان في مصاحف زي مصحف ابي بن كعب وابن مسعود اللي كان قارئ بيعمل تلاوه قدام الرسول، كان يحب صوته في القراءه. الناس دي كانت ناس عليمه بالمصحف، وما دخلتش اللجنه السداسيه اللي جمعت المصحف، دول ما كانوش فيها. مش دي المشكله، المشكله ان كان عندهم مصاحف تانية. الكلام ده كله طبعا مش ابداعي ولا اكتشافي، ده كلام زي ما قلت موجود في كتب اكابر العلماء السنه والشيعه معروفين يعني، مش حد مجهول ولا حد علماني ولا حد النهارده، ده كلام معروف من القرن الرابع الهجري وقت نضج العلوم الاسلاميه، من ضمنها علوم القران. ده الاسلام نفسه بيقول كده، كتب العلوم القران نفسها بتقول كده، ان كان في مصاحف مختلفه وكلام. لما نقول ليه الكلام ده احنا مش عارفينه؟ لان الازهر لا يدرس الكلام ده، بيحذف الاجزاء من المنهج عشان عارف انها هتعمل مشاكل، هو عارف كده. اوكي ليه هتعمل مشاكل؟ لانها اصل عايز اقول لك، هل يعقل ان الرسول محمد يكون عايز الاستمرار لهذا النص بدون تساؤل حواليه، بدون تساؤل حواليه، وبعدين في الاخر يسمح لواحد زيي انه يقول الكلام ده؟ انا ما اظنش كده. هيسمح لنا ان احنا نشكك فيه؟ طب ما كان عمله هو، وكان اضع التشكيك ده، هو اصلا يحطنا في حيره؟ اكيد في سبب. انا مش بقول لك، مش بحاول ابرهن على الاجابه بتاعتي دلوقتي، انا بحاول ابرهن قدام حضرتك على اهميه السؤال ده. سؤال حقيقي ان المسلمين مش بيسالوه، ليه ما كانش عايز يجمعه؟ اكيد في سبب. ليه ما اتجمعش في عهده سواء كان عايز او لا؟ ده سؤال مهم. فيعني ده السؤال بصراحه بتوعك مهمين. هو انا بس عايز فرق واضح بين يعني الدين والحركه التاريخيه، لان هو مش ممكن يبقى في مجتمعين مع بعض، الدين مع الحركه التاريخيه هل ممكن يبقى مجتمعين؟ والسؤال الثاني، الحركه التاريخيه دي مش ليها هدف نهائي؟ يعني حتى لو انا بقول همشي في مسار وكده وخلاص، ولا انا عايز بمشي في مسار عشان في هدف نهائي انا عايز اوصل له؟ يعني حتى انا مش هبقى موجود بس عايز اوصل له، عايزه يتحقق. يعني لما نقول الاسلام، ما ينفعش نقول الاسلام دين وحركه تاريخيه مع بعض. وهو الدين ما ينفعش يكون تاريخي، ما ينفعش يكون مفهوم تاريخي. ازاي ربنا النهارده واحد وبكره هيبقى اتنين وبعد كده هيزيد العدد يعني؟ ولا مش فاهم هيتعرض لتغيير ازاي؟ الدين بيتعلق اساسا بما هو خالد وازلي، اللي حصل قبلنا واللي هيفضل يحصل بعدنا. فبيتكلم عن حياه، مش حياه بالمعنى اللي احنا بيولوجيا، لكن وجود الله من الازل لما كان لوحده ولغايه لما كل النفوس تموت وتبعث وبعد كده الخلود. الدين لا يمكن يتعلق بما هو متغير، ما بيحصلش ده. واحنا لما بنيجي نفكر، شوف حضرتك، لا ده اصل اسلوب التفكير البشري. لما حضرتك بتيجي تفكر في مشكله، مش لازم مشكله عمليه اقصد يعني، مشكله نظريه، بتحاول تستنتج ما هو ثابت فيها قبل ما تحاول تشوف منطق تغيرها. بطريقه تفكيرنا كده، ما احنا نحاول نشوف ايه الثابت الاول، جايز يكون فيه ثابت نقدر نوصل له. الدين هو اكثر مجال فيه هذه الثوابت، فهو ما ينفعش يكون مقوله تاريخيه. ما اقدرش اقول ان ترادف بين الدين والتاريخ وحاجه زي كده، بس انا عارف ان انت ما قلتش التردد ده، بس انا اقصد يعني لا يمكن يبقى في تردد زي ده. يعني ايه؟ طيب في هذا السياق يعني ايه ان يكون الاسلام حركه تاريخيه مش مجرد ديانه؟ لا، هو دين وفي الثوابت اللي فيه، لكن هو مش بيشتغل على نفسه قد ما بيشتغل، هو نفسه بيتعرض للتغيير، لكن هو بيغير اكتر المجتمع نفسه، هو عجل تغيير المجتمع في مسار معين. ده يربطنا بالسؤال التاني، مفيش نهايه محدده لهذا التاريخ؟ الحقيقه انا معرفش، لا ما اعرفش،
مفروض ايكون فيه. اصل مفيش مسار من غير نهايه اللي بيحصل. يعني انت هتلاقي اغلب فلاسفه التاريخ اللي توقعوا مسار معين، ودي من الاشكاليات النظريه الصعبه جدا بالنسبه لنا يعني، اللي لازم حلها. ازاي تتوقع مسار لحركه التاريخ من غير ما تتوقع النهايه؟ وانت مفيش مسار بقى، انت ما انتش عارف هتوصل ليه، بس جايز انت مش عارف ومش عايز تقول. فما الحقيقه هو ما قالش كمان الاسلام كحركه تاريخيه برضه، هو ما قالش ايه النهايه، اقصد يعني الاسلام من القران ما قالش نهايه التاريخ اللي هو عايز يعملها في الارض. هو اتكلم عن القيامه وما بعد ذلك وبتاع، بس انا بتكلم عن التاريخ الانساني اللي احنا نعرفه على الارض، يعني هينتهي ازاي. هو انت هتلاقي في الاساطير بيقول لك ايه، اللي بعضها معتمد على اليهوديه والمسيحيه خاصه يعني في هذه المساله، يقول لك المسيح هيرجع تاني، ان المسيح عايش ما ماتش. حسب القران المسيح مات يا جماعه، مات وهو عند ربنا. انتوا عارفين النفوس بتموت وبتطلع لربنا، مش يعني انا ما اعرفش النفوس بس المهم انها بتقابل ربنا او ممكن تقابل ربنا. فهو اني متوفيك ورافعك، يعني الراجل توفي خلاص مات يعني، ده اولا يعني. فهو يرجع تاني، وش معنى هو اللي هيرجع؟ علشان يقتل مين؟ المسيح الدجال. اللي هو المسيح الدجال ده عقيده مش موجوده عند الشيعه تقريبا اغلبهم يعني. انتوا عارفين الحكايه دي موجوده عند السنه بشكل اساسي، لانها في احاديث رواها الرواه اللي بيعتمدوا من السنه على حسب الرواه، عشان كده ما اعتمدتش على الحديث خالص في كلام. هتلاقي فيك اختلافات غريبه كده ومليان كلام خرافي غريب جدا. المسيح الدجال ما جاش ذكره خالص في الاسلام وبتاع، انا عارف ان هو عقيده موجوده في المسيحيه وعند السنه النهارده، انما هو كلام. انتوا عارفين طبعا العلاقات بين الديانات الثلاثه اليهوديه والمسيحيه والاسلام، هم بيعتبروا كانهم دين واحد يعني. هم فيهم اختلافات فرديه بينهم، ولكن مقارنه بغيرهم من الاديان البوذيه والهندوسيه ومش عارف ايه، وبيتكلموا عن فلسفه واحده وتصور واحد اله واحد الى اخر القصه دي. وان الاسلام بيعتبر نفسه مفيش واحده فيهم انكرت اللي قبلها الا جزئيا يعني. اليهوديه المسيحيه اعتمدت العهد القديم حتى في النصوص الاساسيه، والاسلام اعتمد الديانتين كديانتين سماويتين، لدرجه انا قلت اكتر من مره، لدرجه ان في احكام شرعيه عند المسلمين ماخوذه من الكتاب المقدس. ليه؟ لانه كلام ربنا، لانه اقرب الى الوحي بتاعنا اللي هو القران، فهو بياخدوا كلام من الكتاب المقدس اللي هو في اصول الفقه اسمها شرع من قبلنا، شرع تشريع يعني الامم السابقه. هنعتمد على مين؟ ما ينفعش تعتمد على الهندوس، ما ينفعش تعتمد على البوذيين، لكن ممكن تعتمد على تشريعات يهوديه ومسيحيه من الممكن اذا لم تكن متعارضه مع تشريعات عندك. الشرط الوحيد ان ما تكونش متعارضه، ففي سماح فيها. ومن ضمن اهم يعني، انا والله مش عايز اخش في الموضوع ده، فخلينا في الايه في السؤال يعني. طبعا هو السؤال كنت يعني هتكلم في الموضوع بس اكتشفت اتكلمت فيه قبل كده في اصول الفقه يعني. طبعا هو السؤال التاني بتاعك، ان هل حركه التاريخ دي اللي انا وصفتها مش ليها هدف نهائي؟ الان ما اعرفش الحقيقه الهدف بتاعه، وما اعتقدش في عندنا منهج للوصول لحاجه زي كده، الا بقى اذا كان فيه معلومات مهمه جدا ما وصلتلنيش. فانا ما، لكن الاشكال الاهم في سؤالك على فكره مش ما يتعلق بموضوع المحاضره، الاهم فيه الاشكال الفلسفي نفسه اللي هو اشكال نظري زي ما قلت خطير. ما ينفعش يبقى فيه مسار تطور انت عارفه ومالوش نهايه محدده. عايزين نحل الموضوع ده. انا ما اعرفش نهايه التاريخ ايه، ومقوله نهايه التاريخ دي دايما مقوله فشيه ووحشه، بتؤدي لنتائج يعني سيئه ومعتقلات وولاج وحاجات زي كده مش كويس قوي. موضوع ان انت التاريخ ليه نهايه كده مقدسه احنا عايزين نوصل لها وبتاع. بالمناسبه هو ده برضو في نوع من ان هو يخلي حياتك ليها معنى برضو. هتلاقي في عدد الناس المكتئبين اقل، بس هتلاقي الناس المعتقلين اكتر يعني. انت هتصلح حاجه يعني. استغلت هذه النقطه لطرح مساله الاهداف الوجوديه دي ليه؟ انت لو عندك تصور، وحتى لو حتى تصور غير كامل، لان في غوامض، في اسرار، في ميتافيزيقيه وما شابه عن حركه التاريخ في الديانه بتاعتك او في اي ديانه او من غير ديانه، هو ده اللي بيمنح حياتك معنى في الحقيقه. احنا عندنا النهارده نوبه ضربت العالم من الاكتئاب اكتر من التحول المناخي، في تحول كمان نفسي. واللي شغالين في مجال النفسيه بيقولوا الكلام ده في كل دول العالم. بعضهم بيقول ان الانسان بيزداد طفوله بسبب التكنولوجيا فده السبب. بعضهم بيقول الاوضاع السيئه الاقتصاديه والاجتماعيه وبتاع، بس ده لا ده يفسر ولا ده يفسر. والله هو اللي يفسر اكتر هو نهايه القصص الكبيره، نهايه الحكايات الكبيره والاهداف الكبيره والاحلام الكبيره بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. اثناء الحرب البارده العالم كان مطحون برضه، كان في تهديد نووي. طب ما النهارده في تهديد نووي برضه، العالم مطحون في حاجات ثانيه. لكن على الاقل الناس كان عندها هدف، سواء يمين او يسار يعني. كان عندهم خناقه، في هدف للحياه، ما كانش فيه ده، ما كانش فيه الاكتئاب والضياع اللي احنا فيه النهارده. بعد اوائل التسعينات طبعا انتهت
الصراعات الكبرى والناس ما عندهاش بدائل اللي هو عصر نهايه الايديولوجيا. عارفين انتم موت الايديولوجيا الموضوع ده وكده. طبعا مفيش ايديولوجيا، مفيش حاجه اسمها موت الايديولوجيا، لكن انت من الوارد ما يكونش عندك اي استراتيجيه وجوديه. انا بقول مش الايديولوجيا لوحدها، في حاجات تانية غير الايديولوجيا، الاستراتيجيه الوجوديه. يعني انا وجودي هيبقى ايه؟ 1 2 3 هعمل ايه؟ ايه هدفي اللي انا مؤمن بيه فعلا؟ مش الهدف اللي انا اعمله كده ايه كهدف مزيف، ده يبقى نوع من الطلاء مش الاصلاح، مش اعاده البناء. اعاده البناء الوجودي ده شيء مهم جدا. ولذلك انا بصنف نفسي كوجودي، يعني انا بصنف نفسي وجودي مش يعني مش يعني مش هيجلي او لا بستعمل المنهج الجدلي، لا هو في وجوديين استعملوا المنهج الجدلي برضه زي سارتر مستعمل المنهج الجدلي. فيعني وان كنت انا مستهتري يعني، بس انا لسه قدامي وقت على ما اقدر اعمل مذهب او نظريات خاصه بيا، مش كبير قوي في السن يا جماعه، وقدامي الحمد لله الوقت، لكن انا ما عنديش الصحه، انما يعني ممكن ايه نستعين بيكم تساعدونا. يعني الاهداف زي حكم استاذيه العالم وحكم العالم وشعب الله المختار، ويعني ايه وجه التشابه بين العقيده الاسلاميه واليهوديه، والاثنين عندهم هدف في حكم العالم واستاذيه العالم، لان هم شايفين ان هم اللي يقدروا يعملوا كده وهم الاحق يعني المستحقين هذا، لان هم عندهم عقيده بتغذي فيهم الرغبه في ده. هل الخلافه اللي انتهت بشكل غير مرضي للمسلمين هو ده السبب اللي مخليهم عايزين يعملوا الخلافه من اول تاني، عايزين خلافه تاني، ولا هي نفس العقيده بتاعت احنا اللي لازم نحكم عشان احنا كده، عشان احنا اتخلقنا كده؟ في حاجة على الهامش كنت حضرتك قلتها في الأول ليها علاقة بالشاذلي الله يرحمه، بقى انا ما افتكرش ان هو كان من الضباط الاحرار او لا لا، هو كان بيتكلم عن الجيش، قلت ده هو كان بيتكلم كعسكري مش من حد من الضباط الاحرار. انا مش فاكره الحقيقه التفاصيل. فاطمه هي بتسال عن 3 نقط اساسيه. الهدف من الاسلام هل كان حركه تاريخ او ديانه او ان كان، ام كان الهدف منه اكتساب السلطه؟ لا، هو احنا ما نقدرش، شوفي الدين مفهوم اكبر من مش يعني مش اكبر بمعنى اسمى، انا عايز مش هقول تقييمات خلقيه، انا عايز انه اكتر تفصيلا من مذهب سياسي او محاوله تكسب سلطه او حاجه زي كده. انت مش هتعمل دين علشان توصل للسلطه، ما انتش محتاج تعمل، انت ممكن تعمل ده بدل ما توصل للسلطه. عندك امثله في التاريخ على حاجه زي كده؟ يعني حد عمل ديانه علشان يوصل للسلطه، ديانه من الديانات الكبيره؟ لا يعني انا عن نفسي ما شفتش ده قد اكون انا مغيب، بس انا ما شفتش يعني ولا انا ما اعرف ولا انا اعرف حاجه، ما اعرفش انا ما اعرفش محاوله زي دي، محاوله ناجحه زي دي، وما اعتقدش ان انت هتفكر كده عمليا، مش هتفكر كده. يعني انت عندك عشان توصل للسلطه اذا كان ده ممكن فهيبقى يعني انت مش هتفكر في ده، هو مش ممكن يعني. يعني لو حد قال لي كده اوصل للسلطه اقول له ازاي اعمل ايه؟ ما عنديش حاجه، مش هفكر في حاجه زي كده، هفكر في حاجات ثانيه واشغل نفسي في حاجات ثانيه، مش هفكر ان انا اوصل للسلطه. انما اذا اتيحت ليك، اذا اتيح لك حاجه زي كده، متيح للضباط الاحرار مثلا باعتبار احنا جبنا سيرتهم، انت بقى عندك وسائل تانية اسرع واكثر فعاليه، دي حاجه انت توصل لها دلوقتي، مش هتوصل لها لسه بعد تعمل دين وبعدين مش عارف الناس تهاجمك وانت تهاجم، وانتوا عارفين الديانات في اولها بيحصل فيها صدام، وبعد كده تهاجر وبعد كده تحارب، والله اعلم هتنتصر ولا لا. دخلوا حروب كتير يعني، دخلوا حروب كتيره جدا يعني، ده لغايه لما قدروا يوحدوا الجزيره، وانتوا عارفين ان كان فيها حروب كان الوارد جدا تهزموا فيها، فدي مخاطره كبيره. ما اظنش حد، الموضوع اعقد قوي من انت توصل للسلطه. الموضوع عامل زي ما حد يقول لك ايه، ان نجيب محفوظ حصل على جائزه نوبل في الادب، كل هذا التكريم والتقدير لانه كان مع معاهده السلام بين مصر واسرائيل. هو الراجل كان مع السلام، لان مش لانه هو كان شايف ان حق اسرائيل، لانه كان شايف ان مفيش فرصه او مفيش فايده لمواجهه اسرائيل بجيش زي ده، الجيش اللي حارب 67 يوم ما طورش جيش يعني، وكان شايف ان مفيش فايده، فاحنا الاحسن نعمل سلام ونعمل اتفاقيه ونعمل دوله ونعمل شرق. هو الراجل رايه كده، والراي ده ما اتقالش بعد معاهد معاهده السلام، ده بيتقال من قبل معاهده السلام وقبل موضوع معاهده السلام ده ما يظهر اصلا. ونجيب محفوظ رايه كده، في الناس اللي يعرفوه معرفه شخصيه زي جمال الغيطاني، هو نفسه قال ان نجيب محفوظ كان رايه كده على طول من بعد 67، ده رايه من بعد 67، وانتقاداته للنظام الناصري كانت من اوائل السبعينات في 71 اللي هي رواه الكرنك اللي انتوا عارفينها، وده استمر طول السبعينات، سواء انت قريت يعني
القصة بشكل حرفي، أو يعني في حاجات كتير هو كتبها عن الضباط الأحرار وعبد الناصر بشكل إيه اللي هو افتوات الحارة والكلام ده اللي هو بشكل رمزي يعني. فيعني الموضوع، فأنت لما تيجي تشوف حاجة زي كده عند نجيب محفوظ يعني الموضوع أكبر من نجيب محفوظ، أكبر من كده يعني. نجيب محفوظ مش هيتلخص إنه خد جايزة نوبل أو لأ، ده حتى سؤال مش هيبقى سؤال مهم لو حد يعرف نجيب محفوظ، وادب نجيب محفوظ مش هيفرق معاه انه خد جايزه ولا لا اصلا يعني، مش هيفرق السؤال ده. وفي ادباء كتير ما خدوش جوائز عادي يعني، وان جايزه يعني كل ده جايزه نوبل في الادب بالحيثيات بتاعها اللي قامت على دراسه اعماله، ما حدش بياخد جايزه نوبل على عمل واحد وبيدرس اعماله. عشان كده واحد زي توفيق الحكيم لما يحصل عليها، لان اعماله كانت في نزول، كانت في هبوط في المستوى، انما اعمال نجيب محفوظ كانت كلها قويه نفس المستوى، وكان بتزداد قوه مع الوقت، اللغه بتبقى احكم والاحداث احكم، والراجل نفسه كان بيزداد حكمه. انا بعتبر نجيب محفوظ، بص والله انا ما كنتش عايز اخش في الحكايه، بس انا احدى استاذاتي سالتني باعتباري بدرس الفكر العربي المعاصر يعني، وكتبت فيه كتير يعني، كانت بتسالني مين اهم عالم كلام حاليا، علماء الكلام دول اللي هم علماء اصول الدين يعني، اللي هم علماء العقيده الاسلاميه زي اللاهوتيين المسيحيين، اللاهوتيين الكبار اللي جبنا اسمائهم مثلا. لكن النهارده في مين؟ زمان كان في الاشعري والغزالي وقبلهم المعتزلة والكلام، انما النهارده في مين غير بعض علماء الشيعة اللي هم بيعتبروا علماء عقيدة، وبعض علماء الازهر الموجودين، لكن في الفكر العربي المعاصر من الفلسفة ما جاش عالم كلام مهم، ما طلعش عالم عقيدة مهم. جه نجيب محفوظ هو اهم، انا بعتبر دي قيمة نجيب محفوظ الاساسية، عالم لاهوت وعالم عقيدة على اعلى مستوى، وبيقدم رؤية نسقية. نسقية مش معنى كده انها تقنعني او تقنعنا بالضرورة، معنى ان ما فيهاش تناقض داخلي يعني، مش متناقضه داخليا، قراءه هائله للعقيده الاسلاميه والقران يعني بسبب هائله، بسبب التساقط الداخلي هائله، بسبب انت عمرك ما تلاقي اي قراءه متسقه داخليا يعني. انا ما شفتش غير قراءه نجيب محفوظ، فانا واحد من اهم علماء العقيده نجيب محفوظ. بس انا طبعا مش عايز اقول الكلام ده لاسباب بعضكم يعرفها، بعضكم نبقى نتكلم فيها بعدين. طيب انا عايز بس اختصر، لا ما اظنش ان حد بيعمل دين عشان يوصل السلطه يعني ده تبسيط شديد، ومحدش بيتدين. التدين ده عمل ايه ذاتيه يا جماعه يعني؟ ما اعرفش انت فاكر لما يعني، ما اعرفش حصل في حياتك حادثه تدين او عدم تدين او حاجه زي كده، هتلاقي الاثنين صعبين جدا يعني، مش سهلين يعني، وده حياه كامله بتعيشها ومبادئ بتؤمن بيها واهداف وجوديه، اهداف وجوديه عندك. انا قلت الاهداف الوجوديه لها تاثير قوي على التاريخ، فانت مش هتامن وتعمل الكلام من ده لو انت امنت. بالنسبه للمؤمن يعني، ممكن يكون في حد تاني مش مؤمن، انا بتكلم بالنسبه للمؤمنين علشان توصل للسياسه، ده اذا كان عندك دين فعلا، اذا كان عندك ديانه، فمش هيبقى ده موظف لخدمه هدف ايا كان، هيكون هو هدف في حد ذاته بيقدم لك هو الهدف من حياتك نفسها. الاسلام بيقدم الانسان، الاسلام مش بيقدم الانسان كخاطئ بيتعاقب في الارض، الاسلام بيقدم الانسان كخليفه ونائب عن الاله، دي حاجه تانية خالص ما شفناهاش دي يعني. في ديانات كتيره بتقدم وجهات نظر مختلفه جدا يعني ومبتكره جدا يعني، انما الاسلام ما قالش ان الانسان خاطئ بالضروره ولا خالص، لو عنده البراءه الاصليه، مبدا اساسي في علم اصول الفقه حاجه اسمها البراءه الاصليه، ان الواحد مننا مش هيتحاسب ويخش النار في الاخره الا لو عمل حاجه غلط، ولا يحكم عليه انه خاطئ الا لو عمل حاجه غلط. الانسان على حاله البراءه الاصليه. البراءه الاصليه يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بدرس فلسفه، ربنا ما قالش الفلسفه حرام، ما هو ما قالش كده، وانا ما اعرفش انها حرام، هو قال وانا ما اعرفش انها حرام، ده مثلا يعني، طبعا مثل كوميدي شويه بس حصل، كان بيحصل احيانا. فدي البراءه الاصليه في علم اصول الفقه، مفيش خطا نعرفه اذا انت بريء، مفيش حاجه اسمها ان انت خاطئ من الاول، مفيش حاجه زي كده. عشان كده الاسلام مفيهوش خطيئه اصليه، في اكل من الشجره والكلام ده، بس ده خطيئه لا تمتد ليه، ولا تزر وزره وزر اخرى. طب انت ليه نزلت في الارض؟ احنا قاعدين في الارض ليه نزلنا؟ لان انت اصلا مخلوق علشان تكون في الارض. انا بتكلم في حدود النص القراني، ان هو هيجعل هذه الخلافه، خلافه الانسان للاله، هيجعلها في الارض ازاي؟ هيشوف، هو هيشوف انت هتعمل ايه. وفي وبعدين انا عايز اقول لك ان دي مكانه كبيره لدرجه ان الشيطان كفر بسببك، وهو بنفسه قال كده الشيطان في القران الكبير، قال رب بما اغويتني، يعني انت عملت لي امتحان وانا سقطت فيه، يعني هو شايف ان الانسان ده امتحان لي هو، فانا بقى احطه في امتحان، وزي ما هو خلاني اكفر انا كمان اخليه يكفر، عشان النائب بتاعك انت اللي انت اخترته يكفر بيك، وساعتها في نظر الملائكه وفي نظر كل المخلوقات اللي بتعرفك هيعرفوا ان انت
يا اما عابس يا اما شرير، حاجه من الاثنين. طالما الخليفه بتاعت القوم هو قال له لا، هيبقى في منهم كويسين هيفضلوا معاه، هو في منهم اشرار هيتبعوك انت، لكن هيبقى في منهم كويسين. طبعا هو فعشان كده هو مش اختبار للانسان، الحياه كابتلاء كاختبار، ده موجود في اليهوديه والمسيحيه والاسلام بشكل مؤسس. الديانات الابراهيميه تعاملت مع الحياه كاختبار، انما في الاسلام تحديدا مش اختبار بس للانسان، هو اختبار كمان لمفهوم الالوهيه نفسه، هل هيستمر ولا لا. لانه حصل والخلافه دي فشلت، مشروع البشريه ده فشل، ده مشروع ده مفهوم الالوهيه هفشل، واللي بيه قيمه التحدي لعقل الشيطان والكلام ده، يبقى الكلام ملوش معنى، الكلام ملوش هدف. انتوا فاهمين المكانه بتاعت الانسان سواء صعد او سقط، كل مره بيبقى سقوط مدوي او صعود هائل. فالموضوع لا مش ما مش مقدم ان هو يكون مجرد وصول للسلطه يا جماعه. في ناس مؤمنه بالكلام ده، ايوه. يعني انا مش بقول، مش بتكلم عن حقوق الانسان هنا، انا بتكلم من الوضع النظري البحت، بتكلم من الوضع النظري البحت. فلا موضوع ان احنا نلخص الاسلام فعل سياسي وكده، يعني كلام انا بقول لك حضرتك قلت ده، انا بعلق على الكلام اللي قاله عمرو في الاول خالص استشهادا بعالم مبروك. وطبعا انا قلت ان في ناس كتير غير عالم مبروك قدمت القراءه دي، اوكي، قلت انها قراءه متبلهه، قراءه اكثر انتشارا، يعني ما نقدرش نلخص الظواهر الوجوديه والظواهر النفسيه الوجوديه، ما نقدرش نلخصها في وصول السلطه مش عارف في السياسه مش عارف نعمل ايه، اسباب اقتصاديه بتمارس دور، ايوه بتمارس دور على العقيده وعلى المجتمع، كل ده انا عارف لها تاثير، ولكن هيفضل فيها عامل وجودي لا يمكن تفسيره، هو بحث الانسان عن معنى حياته. ليه ده مهم؟ لان انت لو حياتك ملهاش معنى وانت كملت 30 سنه مثلا هتفكر في الانتحار، اول حاجه تفكر فيها حياتك ملهاش معنى، وانا بعمل ايه العذاب ده؟ وانا بعمل بالصخره بقى، شغال بالصخره، مفيش هدف، مفيش نتيجه، ما انت شغال بالصخره عشان حياتك ما تكونش عمل بالصخره، عشان ما تكونش انت حياتك عبوديه حقيقيه، فانت بتدور على معنى ليها. ممكن المعنى ده يكون الاشتراكيه وحقوق العمال العالم اتحد والكلام ده، وممكن تكون الديمقراطيه ونشر الحريه، وممكن تكون القوه، ممكن تكون مش كل واحد بيدور، بس انت كل مره مش هتقدر تكذب على نفسك. من هنا فكره الايمان بعقيده معينه، بتكلم عقيده دينيه بالضروره، ما لازم ده يكون موجود عندك. ومن اسباب ضياع البشريه الاخطر مش الذكاء الصناعي، لكن الوجود الصناعي، الوجود الصناعي. طيب انا بس عشان ما اتجاهلش سؤال لحضرتك برضو التاني اللي هو نقدر نلخص فيه السؤالين دول، التشابه بين العقيده اليهوديه والاسلام. بص، اليهود شعب المختار للوحي مش للحكم، مش للحكم، للوحي. اليهود بني اسرائيل في الديانات الثلاثه الابراهيميه هم شعب الله المختار للوحي، يطلع منهم الانبياء ويكونوا حمله الوحي ويحافظوا على الوحي والادوار الانبياء المعروفه، مش الحكم، مش حكم العالم والكلام. حكم العالم ده لو حضرتك قلتيه، لو حضرتك قلت الكلام ده لو احنا في مكان في اوروبا هيترفع عليك قضيه، لو قلت الكلام ده هيترفع عليك قضيه، لان فكره حكم العالم دي بتظهر اليهود معادات الساميه يا استاذه، معادات الساميه بتظهر، يقولوا انهم متامرين على العالم، ده هم اكتر ناس بينكروا الكلام ده بغض النظر ما بيعملوا ايه. لا هو طبعا هم بمناسبه مش اليهود بس بيقولوا على نفسهم كده، المسيحيين بيقولوا على اليهود كده ان هم الشعب المختار للوحي، لحمل الوحي، وكذلك الاسلام بيقول على اليهود كده، القران قال عن اليهود ان هم الشعب المصطفى، ما قالش التعبير ده، بيقولوا احنا اصطفيناهم وكرمناهم وجعلنا فيهم الانبياء، معظم الانبياء من بني اسرائيل يعني، وبني اسرائيل اكثر ناس ذكروا في القران، لدرجه ان كان في سوره في القران اسمها بني اسرائيل، اسم سوره القران مش بيكون لها اسم واحد، احيانا بيكون لها اكثر من اسم. سوره الاسراء اسمها الثاني سوره بني اسرائيل اسمها كده. فهم في الديانات الابراهيميه الثلاثه طبعا هم امه مركزيه، انما في الاسلام تصوروا عنهم ان هم بوظوا الدنيا في الاخر. بس مش كلهم. القرآن بيقول كل ده ما يخرجش عن القرآن، زي ما قلت في الأول، القرآن بيقول إن هيفضل بني إسرائيل ناس هتستمر ليوم القيامة على الصراط المستقيم، بيعبدوا ربنا، عارفين ربنا، ناس كويسين، وفي منهم اللي هيضيع. زي المسلمين، زي المسيحيين، زي أي حد. ما قالش إن هم بني إسرائيل هم قال عن الناس وبتاع، مفيش كلام من ده خالص. مفيش كلام من ده خالص. هو قال إن الوحش فيهم وحش. فهم في الإسلام هم كذلك شعب مختار، بس مش على طول مختار. ده علشان حمل الرسالة، إنما خلاص في انبياء تانيين عرب، وفي انبياء تانيين هم سوريان، وفي مش كلهم، مش كل الانبياء يهود يعني، لكن هم تم اختيارهم لاسباب بقى تتعلق بطبيعه الاختيار ده وظروفه يعني، انما ما اختارهمش للحكم، دي حاجه تانيه خالص. هل في تشابه بين
المسلمين اللي عايزين يوصلوا للحكم زي الاخوان المسلمين يعني والحاجات دي اللي هم بيعتبروا استاذيه العالم وكدا. طبعا الكلام ده حضرتك شايف قد ايه هو كلام يعني بصراحه كلام ما نقدرش ناخده بجديه يعني انا ما اقدرش اخد الكلام ده بجديه لما اقول واحد استاذيه العالم هتقست انت مالك انت يعني انت استاذ في ايه وانت عملت ايه يعني انت حتى مش عارف ترتب اوضتك يعني ما اعتقدش ان هو جوه الاخوان المسلمين نفسهم في استاذ على الاخوان نفسهم ما اعتقدش في حاجه زي كده طبعا كلام انت شايفه كلام انشائي رديء مش كلام انشائي حلو كلام انشائي رديء الصناعه ويوصل للحكم وكلام انت كده بتخرب الدنيا لنفسك عايز توصل للحكم انت بتقول عايز توصل للحكم وانت اصلا مش حزب سياسي انت تشكيل اقرب لميليشيات حتى لو معهوش سلاح بتقول عايز توصل للحكم انت بتفضح نفسك كلام غريب يعني وفعلا ما تشوفش في مسار الاخوان المسلمين اي خطوات صح ابدا يعني واضح ان في مشكله في قياده هذه الجماعه ويبدو ان هم عايزين يسوقوا العالم مش يعملوا حادثه ده كل اللي اقدر اقوله فلا ما اظنش ان في يعني اظن ان اليهود كانوا اذكى كتير لو احنا بنتكلم عن مين الاذكى وقدروا يعملوا على الاقل دوله تقدر يعني تبهدل المنطقه كلها يعني فما اظنش ان في تشابه اصلا بين اخوان المسلمين انما مساله العنصريه وان انا لوحدي والكلام من ده في تشابه بس مش مع دول بس دول بس يعني العنصريه موجوده كده في مذاهب علمانيه وفي مذاهب دينيه طبعا كريم من اقوى المحاضرات اللي عملتها في علمانيون لازم نقول ده الحقيقه بس انت في مساله بقى قراءه الاسلام كحركه تاريخيه فعاله في التاريخ انا مش عارف هل ده فعل اجرائي ولا عن قصد مسألة التأثير التاريخي على الإسلام بيخلينا ناخد السؤال بشكل مباشر هل ظهور الإسلام كان حتمية تاريخية بالمفهوم الماركسي يعني وخصوصا في ظل المدخلات الأنثروبولوجية أنه العرب كانوا منتظرين نبي وخصوصا أنه لأنه ده يخلينا ناخد السؤال لمنطقة أنت اتكلمت عليها وهي فكرة أنه كانش فيه دولة أصلا فده كان سبب أدعى او بنية خصبة لظهور الفكرة دي وانتشارها على العكس لو كان في دولة راسخة وطبعا يعني اكيد كلنا عارفين ان الاسلام استفاد من الاستنزاف اللي حصل بين الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية بس خلينا اسأل سؤال بقى يعني الامبراطورية الرومانية اعتنقت المسيحية اللي حصل على مدار 12 قرن الامبراطورية الرومانية او يعني ورثة الامبراطورية الرومانية الممالك الكبرى فرنسا وانجلترا وبروسيا وروسيا هي تقريبا الوحيده اللي اعتنقت الارثوذكسيه رفضوا الاسلام رفض قاطع لانه طبعا انت عارف انه شتان الفارق بين انه الامبراطوريه الرومانيه كانت هي اللي بتضطهد المسيحيه وفي النهايه اعتنقت ده عن طريق قسطنطين وفارق انه الاسلام تقريبا ما دخلش بلدان خارج حدود شبه الجزيره العربيه بالسلم كل الدخول كان دخول عسكري وسؤال تاني ياخدني هل اعتناق الامبراطورية المسيحية الامبراطورية الرومانية للمسيحية اضعف الامبراطورية الرومانية ولا كان في عوامل ضعف في بنية الامبراطورية الرومانية وطبقا لحركة التاريخ الاب اند داون لكل الممالك والامبراطوريات بس طب انا هبدأ من السؤال التاني يعني السؤال هبدأ من السؤال التاني هل اضعفت المسيحية من قوة الامبراطورية الرومانية انا شايف العكس صحيح بامتياز هو ان اعتناق الامبراطورية الرومانية للمسيحية اي نعم نشرها واي نعم نصرها انما ربطها بالسياسة ربطا لم يكن في صالحها وهذا ما ادى مع فساد السياسة مع فساد المؤسسة السياسية الى الاعتقاد في فساد المؤسسة الدينية والفصل بين المؤسستين بشكل لم يكن سلميا هو كذلك فانت عملت مشكله بحدث زي ده ان انت حملت الديانه اسباب الفشل السياسي فانت فكر بقى انت هنا كمسلم وكمسيحي في مصر هل ده في مصلحتك توصل للسياسه بالدين ولا ده هيضر الدين لا هو 100% هيضر الدين 100% هيضر الدين وده اللي حصل في 2012 و2013 وصعود فكلمه موضوع الالحاد ال18 واصبح ترند كده انا طبعا كنتش في مصر في وقتها بس كنت بتابع الاحداث على مواقع التواصل خاصه يعني حصل امتى بعد وصول الاخوان الحكم يعني الاخوان اللي هو يعني مع الحيشي يقعد بتاع 11 شهر يعني. طيب فطيب خلينا في السؤال الاول هل عدم وجود دوله موحده في شبه الجزيره هو كان في دول انتوا عارفين قلت الكلام ده قبل كده كان في دول كتيره قامت في شبه الجزيره طول تاريخها يعني انما لم يكن في دوله موحده ماشي هل ده كان داعيا يعني حاجه دافعا ان انت تعمل دوله
فرضية وجيهة من الأسئلة الأساسية. طيب ما هو برضو كان معوق في تعادل هنا، ما يعني عامله زي معادلة انت بتختصر فيها الأطراف، يعني هو دافع بس في نفس الوقت معوق، فأعتقد ده تعادل مع ده. هل ظهور الإسلام كان حتمية تاريخية سواء بالمعنى المركزي أو غيره؟ يعني بص، هو الدين عموما حتمية في حياة الإنسان، هينشأ في دين الإنسان عايز معنى حياته عشان ما يفكرش في الانتحار تحديدا. أنا بحاول يكون كلامي محدد قدر الإمكان، ما نستعملش التعبيرات الأدبية اللي هو ويضيع الإنسان، يعني يضيع مش فاهم، لا هو يفكر في الانتحار ساعتها، ودي مصيبة ومشكلة كبيرة، مش هيلاقي حياته معنى حس بعمل الصخرة والكلام. فهو عايز يكون وجودين، مفيش هنا عوامل مادية ولا كلام، لو التعوامل المادية ما تفسرش كل حاجة. العامل الوجودي قادر على تفسير ظواهر مهمة جدا وأساسي في تفسيرها. هنا في حالتنا هنا اختصارا كان إن الدين حتمية إنسانية مش حتمية مادية، لكن دين معين والإسلام تحديدا، يعني ده سؤال خارج المجال اللي أقدر أتكلم فيه النهاردة. يعني هل كان ضروري أن يتواجد الإسلام؟ يعني ما أظنش سؤال زي سهل الإجابة عنه أبدا، يعني مش سؤال سهل. عايزين نعرف حاجة بس معينة، ليه مدام سيادتك قلت برضو في البداية أن سيدنا محمد لم يأمر ببناء دولة دينية في الوقت ده، وإزاي دلوقتي كل الإسلاميين مثلا بيحاولوا بقدر الإمكان أن يصيروا الإسلام في صورة دولة؟ يعني أي حد مثلا بيطلق عليه دولة، حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية برضو جمهورية إسلامية إيرانية. طب هل ده مفيش تعارض مع المبدأ الرئيسي أن هو لا دولة في الإسلام؟ دي حاجة. السؤال الثاني مثلا، أنت قلت في البداية أن في نسخ في آيات القرآن، طب إيه هي الآيات مثلا اللي نسخت قبل كده وإيه اللي جي مكانها؟ مهم يعني اللي هو إذا كان الرسول نفسه لم يأمر ببناء دولة دينية، وأنه لم يأمر بالفتوحات، الفتوحات دي ظاهرة مستحدثة جت بعدين، يعني من ضمن السنن بتاعت عمر، لأن عمر ليه سنن من ضمنها المسلمين بيعملوها متصورينها سنة الرسول سنة عمر. يعني افتكر اشهرها اللي هو صلاة التراويح، انت عندك في القرآن قيام الليل بس مفيش حاجة اسمها انت عملت صلاة. فعمر لا، عمر ليه تأثير ضخم على الديانة والسياسة، ضخم هايل، ضخم بشكل هايل، علشان كده هو بطل من ابطال، او مش بطل بالمعنى، يعني انه شخصية شبه مقدسة عند السنة، وشخصية شريرة رأس الشر عند الشيعة. اي حد فينا مهم هيبقى في الجانبين دول الناس شايفينه كده، فده دليل على اهميته بالمناسبة. يعني وهو برغم ان هو لم يكن رجل دين، ولا يعني الناس برضو عندها تصورات غريبة عن الصحابة، بالذات الخلفاء الاربعة الراشدين او اللي بيسموا الخلافة الراشدة اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول لك ان هم بيعتبرهم كأنهم شخصيات دينية، مع ان مفيش ولا واحد فيهم كان عالم دين ولا عالم لغة ولا عالم في اي حاجة. دول كانوا اداريين في الدولة، بعضهم كان عسكري، بس الحياة العسكرية كانت منتشرة، كل واحد ماشي معاه سيف في الشارع، يعني اذا كان في شارع يعني. فيعني ما يعني هو مش بس محمد والصحابة اللي بعده الى اخره، لا هو ما كانش فيه دولة دينية بالمعنى ان الخليفة بيكون ان هو رجل دين، لا هو ولا انه شخصية مقدسة. ممكن تقول ان هو شخصية ما نقدرش نعيب فيها زي الملك، ما نقدرش نعيب في الذات الملكية ولا نتحاكم حاجات زي كده. لكن في بعض الدول لغاية النهاردة في اوروبا فيها، او لغاية فترة قريبة كان فيها قوانين ضد العيب في الذات الملكية وكده، لكن مفيش اعتبار مقدس ليه. عايزين نفرق بس. عايز اقول كمان في مثال تاني، العثمانية نشأت الاول كسلطنة وكان اسمه السلطان. لما تشوف احمد بن اياس في تاريخ احمد بن اياس له بداع الظهور في وقعة الظهور ده، هتلاقي هو بيتكلم عن هذه الفترة الحرجة في دخول العثمانيين مصر وانهيار الحكم المملوكي. كانت فترة من اهم، يعني لما كانت مصر هي مركز امبراطورية شبه امبراطورية، وكانت دولة مستقلة، هي لم تستقل بعد كليوباترا الله يرحمها، غير يعني ايام الفاطميين. قبل الفاطميين كان في مين؟ يعني افتكر في محاولة واحدة قبل الفاطميين حاجة زي كده. طولونية. بالظبط بالظبط بالظبط، طولونية. وبعد كده لما الفاطميين جم وعرفوا ان هم ياخدوا بعد موت، بعد وفاة كافور الاخشيد، يعني استمرت كذلك
الدولة الطولونية والدولة الأخشيدية دي كانت أول محاولة للاستقلال بمصر، كان في العصر ده عصر عباسي الثاني ده، واستقلت فعلا مصر وبعد كده استقلت تاني ورجعت وهكذا لغاية ما في النهاية وقعت في يد مين؟ العثمانيين. وكان ساعتها بيسموه ملك الروم، مش خليفة المسلمين، ملك الروم، مش ملك العرب ولا ملك المسلمين ولا آسيا بتاع، لأنه كان معظم ممتلكاته كانت دول أوروبية، هم كانوا مبهدلين شرق أوروبا، لو كانوا دخلوا النمسا كانوا سيطروا على بقية القارة يعني. هم لقوا حاولوا يحاربوا النمسا مرتين يعني، في المعركة مرتين تهزموا يعني، فشل بسبب خيانة، بسبب خيانة زي ما بيحصل كتير من فطبعا هم كانوا هو كان يعني بيعتبر حاكم لأوروبا، وبعد كده خادوا الخلافة فأصبح سلطان وخليفة، فكان في فصل بين المنصبين دول يعني. والخليفة ما كانش زي ما أنا قلت في الأول، دي معلومة مهمة، بغض النظر عن الدور السياسي والديني الروحي والاحترام ليه والمشاهد للخليفة مهما كان، هو بيحكم إمبراطورية، مش بيحكم دولة صغيرة، بيحكم إمبراطورية، وفي دول تانية غير مش تحت حكمه لكن بترجع له. وصلاح الدين اللي هو كان أقوى شخص في العالم في الوقت ده، في وقته مش بس عند المسلمين وعند الأوروبيين، ده أهم شخصية في التاريخ الإسلامي أو العصر الوسطى كله عند الأوروبيين، ده بيمثل الفروسية بمعناها الحقيقي عند الأوروبيين. بغض النظر رأينا فيه إيه، أنا بقول هو شوف قد إيه هو كان شخصية محترمة في الغرب وشخصية بالغة النفوذ، هو نفسه اعترف بالخليفة العباسي، هو حول مصر المذهب السني ليه؟ بعد ما دخل مصر حولها مذهب السني علشان ترجع للخلافة، لكن الخليفة هيبقى له حكم عليه هو سواء ديني أو سياسي. الوضع كان بيتكرر كتير جدا، عمر الخلافة الإسلامية ما كانت متحدة غير فترات صغيرة جدا، أنت ممكن تبقى دولة بينك وبين الخلافة 1000 كيلو على الأرض وترجع للخلافة تبايع الخليفة، ده موضوع ما لهش علاقة، مش هيدخل مش هيدخل. فأنا أعتقد ممكن يكون في تأثيرات، أنا معك لا أستطيع أن أنكر أن من الممكن يحصل تأثير من الخليفة على القرار الداخلي، كان بيحصل، وعندنا أدلة تاريخية على ده. بالمناسبة تدخل الخليفة العثماني في الحرب بين، لما حصل حرب بين مصر وبين انجلترا في وقت دخول انجليز مصر اللي هي معركة كفر الدوار والتل الكبير وبتاع بتاع ترابي، الخليفة لعب فيها دور سلبي انه اعلن عصيانه. بالمناسبة لما باجي بدارس العلمانية عندنا في قسم الفلسفة كموضوع من موضوعات الفكر العربي المعاصر، ببدأ بالحادثة دي، اقول لهم شوفوا اللي حصل، خليفة عمل ايه وشوفوا القرار الواحد يعمل ايه وكذا كذا، وده كان من اهم دوافع العلمانية في العالم العربي يعني، ان هو يعني قضية النسخ قضية بص سهلة بسيطة، بص هو القرآن بيقول ان هو نفسه مش هيجيب آية، مش هيمسح آية، انا عايز اقول لك المعنى بالبلدي، وعايز يقول اني مش همسح آية غير لما اجيب آية مكانها، بس ما قالش آية في كتاب ولا آية في الطبيعة، وبيستعمل كلمة آية دي احيانا في كتاب لما يتكلم عن الكتب ساعتها تلاقي ذاكر كلمة كتاب، ولما يجي يتكلم عن الطبيعة بيقول آية برضو باعتبارها معجزة من المعجزات، زي النملة زي النحل زي جسم الإنسان زي الكلام ده فلك مش عارف ايه الكلام. والقرآن في احتفاء هائل بالطبيعة، وصورة عن النمل وصورة عن النحل، وطبعا الحشرات لها أهمية في كتير من الديانات وفي العهد القديم لها أهمية، لها ذكر وليها أهمية، إنما اهتمام الإسلام بالحشرات غريب الحقيقة، لأن هو الصورتين دول، وانت لما تشوف النمل النهاردة النمل هو أهم حضارة أو هو الحضارة الثانية بعد حضارة الإنسان، بنظام رهيب في عبودية وفي زراعة وفي تربية عيال وفي تبني، موضوع كبير جدا جدا. بس عايز أقول لك في الحكاية دي، إحنا داخلين فعلا على حضارة النمل يعني. الصين اللي هو فيه قيادة مركزية وفيه ناس متشابهين يعني، دي حضارة النمل يعني. فيعني الموضوع لكن احيانا بيقول عن النمل اي يعني النحل اي يعني مش عارف ايه، حاجات من المعجزات هو اللي عملها او ليه معجزات بالنسبه لك لما تشوفها تتامل فيها تلاقي فيها معاني وكلام، فممكن يكون هو يقصد ده، فمش عارفين يقصد. بس عايز اقول لك المعلومه الاهم من كده، معظم علماء المسلمين ان حصل نسخ في القران، لكن مفيش دليل واحد من القران ان هذه الايه اللي احنا قلناها تعني الايه في الكتب الدينيه، مفيش دليل على ده، ومفيش دليل من القران حتى لو حسبنا هذه المساله، مفيش دليل من القران ان الايه دي تحل محل الايه دي. فانت عملت كده ازاي؟ عملت كده بمزاجك كفقيه، عملت كده بمزاجك كفقيه، وده نوع من التحريف. ومش احنا بس اللي بنقول كده، الشيخ محمد ابو زهره اللي هو كان شيخ الازهر الاسبق افتكر هو توفي سنه 78 حاجه زي كده، لكن هو حد معروف يعني، محمد ابو زهره ليه كتاب في اصول الفقه بينكر فيه النسخ، هو معروف عنه انكار النسخ،
اقليات هي للاسف يعني، انما اغلب العلماء على النسخ فعلا مش عارف هو هيديك امكانيه ان يعطيك امكانيه تغير في الشريعة زي ما انت عايز يعني، لكن عمل كوارث كبيره. اضطهاد الاقليات، النظر الى الديانات الاخرى خاصه الديانات الكتابيه باعتبارها كافره، باعتبارها مش تخش الجنه، الكلام ده كله حصل بسبب النسخ، بسبب ان هم نسخوا الايات اللي بتقول العكس، اللي بتقول ان المؤمن فيهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم وهم يحزنون. طب ما الكلام ده كويس يعني، مجتمع كويس. انا بحاول بسياسه الممكن، مش بقول ده الوضع المثالي، مش بتكلم عن وضع مثالي ولا بؤمن بيه انا نفسي. لكن لما انت يكون عندك ديانه منتشره في الاغلبيه، الديانه بتقول ان اليهود والنصارى اللي هم المسيحيين والمسلمين والصابين، من امن بالله، اي حد يامن بربه وباليوم الاخر اللي هو الحساب يعني، وعامل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثلاث او اربع ايات في القران بهذا المعنى اتنسخوا. علشان ايه؟ علشان يرسخ اضطهاد الاقليه، علشان انت عندك، انا هكلم الفاطميين شويه، علشان يعمل اللي عمله الفاطميين في مصر. هم دخلوا مصر برغم ان كان انجازات مهمه وبرغم ان ده وهكذا، انما هم انتوا عارفين، انا مش عايز اكرر القصه المؤلمه واللي عملوه مع المسيحيين، وتشوف في كتب التاريخ حاجات زي دي كتيره، سواء مع المسيحيين مع المسلمين مع غيرهم يعني، المسلمين نفسهم اضطهدوا بعض برضو يعني عادي. بس عايز اقول لك ان هم طبعا عشان يتحكم، هو عايز يتحكم في القران فعمل حكايه النسخ دي. المساله خطيره في غايه الخطوره، ومن اهم عوامل الاضطهاد والعنصريه والبتاع اللي بتيجي من الطرف المسلم، بيرد عليها عنصريه مضاده. لازم نحل المشكله دي، لازم نحل مشكله النسخ دي. انا اقصد مش كلام موجه، مش بقول لحد، الكلام مش موجه لك عموما، انا بقول استغل هذا السؤال، يعني لازم نحل المشكله دي. اذا كنا عايزين نتقدم، مفيش نسخ، ابعد عن الحكايه دي خالص. انت كل ما عليك تقول مفيش نسخ، لان في ناس كبيره درست ومنهم شيخ الازهر، الكلام ده مش كفر، مش غريب، مش حلو. الايات دي شغل، الايات دي شغل الايات دي اللي في صالح الاقليات، دي ايات بتقول ان هم اللي مؤمن فيهم والمؤمن عندك انت من الطرفين لهم اشهر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ما ده شيء كويس، ما عندك دين بيقول كده، يحسن الاوضاع شويه، مش هيبقى مثاليه تقوم انت تعمل النسخ وتعمل بتاع. فطبعا يعني النسخ ده كان مصيبه من المصائب اللي احنا لم نزل يعني نسبح فيها كالمستنقع يعني، ونغرق فيها احيانا حتى الان يعني. طيب شكرا جزيلا، اعتقد مفيش اسئله ثانيه. انا اشكركم على جميع الاسئله المهمه الحقيقه، وانا سعيد ان احمد سامر ايه معجب بالندوه، هو ايه غالبا ايه طبعا بيقول لي يعني اي كلام، بس طبعا ايه تشجيع يعني وبتاع، لكن هو طبعا ايه شيء إيه. اتمنى كل الندوه عجبتكم كلكم، شكرا جزيلا. النهايه لا يسعنا الا ان نشكر ضيفنا الدكتور كريم الصياد، وبنوه ان الصالون القادم يوم 23 يونيو بعنوان الاحتمال الفلسفي الدكتور محمد